السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا رانيا ابو النجا، وان شاء الله هنكمل مع بعض بقية محاضرة ايه الهيموستاتيك ديس اوردرز. لو فاكرين يا دكاترة، لما جينا اتكلمنا عن الهيموستاتيك ديس اوردرز قلنا ان هو ده كان عبارة عن تالت اكبر موضوع عندنا في المحاضرة. هو نفسه كان بيتقسم لثلاث مواضيع كبار. اول موضوع عندي كان عبارة عن الفاسكولار ديس اوردرز، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في المحاضرة اللي فاتت. تاني حاجة عندنا كانت عبارة عن البليتلس ديس اوردرز. تالت حاجة عندنا كانت عبارة عن الكواجيشن ديس اوردرز. المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة هنركز على البليتلس ديس اوردرز. لو فاكرين دكاترة، لما اتكلمنا في بارت 1 على الابروتش للبليدنج ديس اوردرز، احنا عايزين ان احنا نعمل مراجعة سريعة عليه لان احنا هنحتاجه كتير قوي النهاردة. فتعالوا ايه نبص عليه بصة كده. لما اتكلمنا يا دكاترة عن الابروتش للبليدنج ديس اوردرز، قلنا انهم بيحبوا يقسموه قوي حسب الساينز والسيمتومز اللي جاي بيها العيان، لسوبرفيشال بليدنج وديب بليدنج. السوبرفيشال بليدنج هي عبارة عن الميوكوكوتونيوس بليدنج، يعني بليدنج في السكن والميوكوس ميمبرينز. وقلنا ان انا لو جالي العيان باعراض سوبرفيشال بليدنج، معناه ان انا عندي ديفكت ايه في البرايمري هيموستيزس، لان البرايمري هيموستيزس كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن الرول بتاع الفاسكولار سيستم والبليتلتس. فلو كان عندي مشكله في البرايمري هيموستيزس، معناه ان انا يا اما المشكله عندي في الفاسكولار سيستم او في البليتلتس. والفاسكولار سيستم او الفاسكولار ديس اوردرز احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في المحاضره اللي فاتت، كانت عباره ايه عن الهيريديتوري والاكوايرد، فاكرين؟ النهارده ان شاء الله بما ان كلامنا يختص قوي عن البليتلتس، فاحنا هنركز عليها. البليتلس ديس اوردرز قلنا يا اما انها تكون مشكله في النمبر او مشكله في الفانكشن، صح؟ طيب، وقلنا انه الكلينيكال بيكتشر اللي كان بيجي بيها معظم العيانين كانت عباره عن البيربرا، عشان كده راحوا مسمين ايه الديفكت في البرايمري هيموستيزس بالبيربرا. قلنا ان انا بختبر الديفكت في البرايمري هيموستيزس بالايه؟ بالبليدنج تايم. قلنا البليدنج تايم ده كنت بشوف الوقت ما بين من اول ما ينزف العيان لحد ما النزيف ده يقف. كنت عشان اختبره كنت بعور العيان كده تعويره بسيطه كده بمشرط معقم، كنت بجيب ورقه ترشيح كده واقعد امسح بيها على الجرح بتاع العيان، واحسب الوقت من اول ما العيان يبدا ينزف لحد ما اجي امسح بورقه الترشيح وما الاقيش فيه دم بيطلع، فمعناه انه ايه؟ ان خلاص بقى البليدنج وقف. فده كنا بنسميه بالبليدنج تايم، صح؟ البليدنج تايم بقى يا جماعه كنا بنقول يا اما انه يكون نورمال خلاص، يا اما انه يبقى برولونجد. برولونجد قلنا المشكله يا اما تكون في الفاسكولار سيستم يا في البليتلتس. الفاسكولار سيستم هي فاسكولار ديس اوردرز، والبليتلتس هي نمبر يا فانكشن. قلنا مين اشهر واحد فيهم كان عباره عن البليتلتس نمبر، وكنا بنشوفه ايه؟ بالسي بي سي، صح؟ كنت بروح للسي بي سي وبشوف البليتلتس كاونت اخباره ايه. لو كان لو يعني عندي ثرومبوسايتوبينيا، كنت يا اما بشوف المشكله هل عندي في المصنع اللي بيصنع البليتلتس، ولا البليتلتس بتتصنع بس المشكله انها ممكن مثلا تكون بتتكسر في السيركيوليشن، فكنت بعمل بون مارو اكزامينيشن. لو لقيت النمبر بتاع الميجا كاريوسايتس اللي هي البريكيرسورز بتاعه البليتلتس قليل، او هي مثلا مش موجوده، معناه ان انا عندي مشكله في المصنع في البون مارو، صح؟ فكنت ببدا ايه ادور بقى على اسباب البون مارو. هل انا مثلا عندي ليمفوما ستيج 4 مثلا، ولا حاجه عامله انفلتريشن للبون مارو وعامله سبريشن للفانكشن بتاعته، ولا انا باخد بقى ادويه نفسها عامله سبريشن للبون مارو. ابدا بقى ايه ادور ورا المصنع نفسه، او ادور ورا الحاجات اللي ايه اللي تخلي الميجا كاريوسايت دي عددها قليل، او ان ممكن الاقي الميجا كاريوسايت دي عددها زايد قوي وهي هايبر اكتيف، فده معناه ان البون مارو بريء من الحكايه دي. فممكن بقى ابدا افكر في اسباب اللي تخلي البليتلتس تتكسر. قلنا ممكن تكون بتتكسر بسبب ايه؟ انتي بوديز بتطلع تضرب البليتلتس، او بسبب مايكرو انجيوباثيك بليتلت ديستراكشن، يعني في اسباب تانية غير الاميون سيستم هو اللي بيكسر البليتلتس، او ان يكون عندي ايه هايبر سبلينيزم، بحيث يكون الايه السبلين هو اللي اتجنن وبدا يكسر ايه البليتلتس. ماشي يا جماعه، بس عايز اقول لكم حاجه. في البارت 1 كانت هنا بس مكتوبه مايكرو انجيوباثيك، ماشي هي مايكرو، انا معلش ما خدتش بالي من الغلطه الاملائيه دي الا وانا ايه بسجل المحاضره دي، فمعلش بس سامحوني. ممكن برضه تكون في الباوربوينت مكتوبه مايكرو، لا هي مايكرو يا جماعه، مايكرو، انا اسف. تمام. فاحنا دلوقتي لو قلنا لو لقينا البليتلتس لو، بعمل بون مارو اكزامينشن. طب هل احنا يا رانيا لما فعلا نلاقي عندي ثرومبوسايتوبينيا بنعمل بون مارو اكزامينشن؟ غالبا عشان هو انفيزيف تكنيك قوي، محدش بيحب ان هو يلجا له غير حسب يعني كونديشنز معينه بنعمل فيها بون مارو اكزامينشن. ليه؟ لانه يا جماعه الامراض اللي بتاعت الثرومبوسايتوبينيا دي، كل مرض فيه ليه كرايتيريا فور دايجنوزس، تمام؟ او في انفستيجيشنز معينه بعملها لكل واحد فيهم. في حاجات او في بعض الامراض لقوا ان انا مش لازم اعمل بون مارو اكزامينيشن، في انفستيجيشنز تانية يعني ليس انفيزيف. وطبعا لان الحاجات الانفيزيف دي بتبقى مرهقه قوي للي هيعملها وللعيان نفسه، فعشان كده احنا دايما بنحاول ايه ندور على ان احنا نريح اللي بيعملوها ونريح العيان. فعشان كده ممكن نلاقي بعض الامراض بعد شويه بون مارو اكزامينيشن ده مش موجود اصلا ولا هو جايب سيرته. فده معناه ايه؟ ان هي الامراض دي فيها انفستيجيشنز تانية احسن من حكايه البون مارو اكزامينيشن دي،
وهي حاجات مش انفيزيف، فاحنا نعملها احسن بقى ونشخص المرض، ولا ايه رأيكم؟ تمام. طب لو جيت بقى ايه شفت البليتلس نمبر لقيته نورمال، معناها المشكله بقى في الفانكشن اللي هو ايه الاشهر اول حاجه يكون عندي المشكله في البليتلس نمبر، تاني حاجه ان المشكله تكون عندي في البليتلس فانكشن. ابدا بقى اعمل حاجه اسمها بليتلس فانكشن تيست. لو كان الفانكشن بتاعت البليتلس نورمال خلاص بقى ما بقاش غير اخر واحده ايه ممكن تكون الفاسكولار ديس اوردرز، ابدا بقى ادور وراها زي ما اخدنا. طب لو كان بقى البليتلس فانكشن تيست هي لو، معناها ان انا عندي ايه المشكله فعلا في الفانكشن بتاعت البليتلتس، وهي عباره عن موضوع اسمه الكواليتيف بليتلس ديس اوردرز هنتكلم عنه باذن الله. إيه تعالوا بقى ايه نكمل بقيه المحاضره بتاعتنا، ندخل بقى الدكاتره في الايه في البليتلت ديس اوردرز ونشوف ايه هي انواع الديس اوردرز اللي تخص البليتلتس اللي موجوده عندنا. طب احنا دلوقتي يا شباب في صفحه ايه 91، تعالوا كده نبدا في راس الصفحه من فوق. طبعا احنا كل المعلومات دي قلناها في الريفيجن بتاع البليتلتس بس هنعيدها سريعا كده مع بعض. قلنا ان البليتلتس بتطلع من البون مارو ميجا كاريوسايتس، وقلنا ان البرودكشن بتاع البليتلتس بيبقى اندر الكنترول بتاع الانترلوكين 2 لو فاكرين، ده كان بيحول الانكوميتد ستيم سيلز الى الكوميتد ستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه غير الملتزمه الى خلايا جذعيه ملتزمه بتكوين نوع معين من الخلايا. وقلنا انه كمان بيبقى تحت تاثير الثرومبوبويتين ده اللي كان بيروح يمسك في الميجا كاريوبلاست الميجا كاريوسايت عشان ايه يعملها ستيميوليشن عشان تعمل لي برودكشن البليتلتس. قلنا ان الثرومبوبويتين هو الميجر ريجوليتور بتاع البليتلت برودكشن. قلنا ان عدد البليتلتس في البلاد بيكون من 150 450 مليار في اللتر، ده لو انا بتكلم باللتر بس، قلنا حسب السي بي سي او حسب المعمل مستخدم اي يونت في الحسابات، فانا كنت بشوف هل هو 150 450 مليار او 150 450 الف في حاله الايه الكيوبيك ملي لتر والمايكرو لتر. واللايف سبان بتاعت البليتلتس كان بيبقى من اسبوع ل 10 ايام. رابع معلومه عندنا كنا قلنا مش مهمه قوي بتاعت البليتلتس فوليوم من 6 ل 10 فيمتو لتر. واخر حاجه عندنا اللي كانت بتتكلم عن البليتلت ستراكشر، اللي قلنا انه البليتلتس بيبقى متغطيه بتراي لامينار كفرنج ميمبرين اللي هو ميمبرين ثلاثه الطبقات اللي كان عباره عن ايه السيل كوت والبلازما ميمبرين والاوبن كان الكرة سيستم. وكان الممبرين ده بيبقى فيه كونكتنج شانل اللي هي كانت عباره اصلا عن الاوبن كانليكولار سيستم اللي كانت فاتحه في السيل ميمبرين. والناحيه بتستخدم في الاكسباند بتاع السيرفيس بتاع البليتلتس، وكمان بستخدمها في الايه في الاكستورشن بتاع السكريتوري برودكتس. ازاي يعني؟ لو فاكرين الاوبن كانليكولار سيستم ده كان بيدخل كالسيوم صح، والكالسيوم كان مهم عشان عمليه الاكزوسايتوزس صح، وعشان كمان يعمل كونتراكشن للاكتين ومايسين فيلامنتس، فعشان كده كنت بقدر اعمل ايه اكستورشن للسكريتوري برودكتس اللي هي الجرانيولز يعني. تمام. نيجي بقى للنقطه اللي بعدها اللي هي الايفالويشن اوف البليتلت ديس اوردرز. لو انا شاكك ان العيان ده عنده مشكله في البليتلتس، ازاي ان انا اعملها ايفالويشن او ازاي ان انا اقيمها؟ اول حاجه وطبعا ان انا اعمل سي بي سي، يعني اشوف هل البليتلتس ممكن يكون اصلا العيان ده البليتلتس عنده قليله فعشان كده مثلا عنده بليدنج تندنسي ولا حاجه صح. تاني حاجه بيقول لك ان انا ممكن اشوف البليتلتس مورفولوجي، ابص عليها تحت الميكروسكوب. طب هستفيد ايه؟ اصل في بعض الامراض بعد شويه هنعرف ان البليتلتس ممكن تكون لارج ممكن تكون سمول. ممكن برضو في سندروم اسمه جراي بليتلت سندروم، البليتلتس دي بتبقى لونها جراي فانا بشوفها تحت الميكروسكوب جراي فبقى شخص السندروم صح. تالت حاجه اللي هو البليدنج تايم، وهو النورمال بتاعه بيبقى من 3 ل 8 دقائق، لو كان اكتر من 8 دقائق فده معناه انه عندي البليدنج تايم ايه هو برولونجد. رابع حاجة عندنا يا دكاترة إن في بعض الاختبارات المعينة اللي أنا بستخدمها عشان أعمل evaluation للبليتلت فانكشن، أشوف الفانكشن بتاعتها أخبارها إيه. وهنا في عندنا حاجتين، أول حاجة إن أنا أعمل evaluation للبليتلت adhesion function وده بستخدم حاجة اسمها ريستوسيتين، أو إن أنا أعمل evaluation للبليتلت aggregation function عن طريق كذا حاجة، ممكن الـ ADB ممكن الجولاجين ممكن البروستاجلاندن ممكن الريستوسيتين برضو. طب هو إيه قصة أصلا الريستوسيتين ده؟ الريتوسيتين ده يا دكاترة كان واحد من الأولد أنتيبيوتكس اللي كنا بنستخدمها زمان قوي، بس دلوقتي ما عادش بيستخدم. ليه؟ لأنهم لقوا من السايد افكتس بتاعته إن هو بيعمل ثرومبوسايتوبينيا وإن هو إيه بيعمل بليتلت أجلوتينيشن، كان بيلزق كده البليتلتس في بعض عشان كده ما عادش بيستخدموه. بس هم استفادوا من حتة إن هو بيلزق البليتلتس في بعض دي في إنهم إيه يعملوا بيه إيفاليويشن للبليتلت فانكشن تيست. إزاي؟ هنشوف مع بعض كمان شوية. طب لما انا بقى بعمل evaluation للبليتلت aggregation function باستخدام الاي دي بي لو فاكرين ده كان بيطلع ايه من الدنس جرانيولز، كان هو اصلا بيعمل activation للجلايكوبروتين 2B3A صح. طب انا ممكن برضه استخدمه عندي في المعمل، انا اللي احطه واشوف الريسبتورز دي اخبارها ايه شغاله ولا مش شغاله. ممكن برضه استخدم الكولاجين لو برضه بينفع، ممكن استخدم بعض البروستاجلاندن زي مين الثرومبوكسان اي 2 لو فاكرين ده كان ايه بيعمل برضه بيساعد في البليتلتس aggregation، فانا ممكن برضو استخدمه هنا. وبرضو انواع تانية من البروستاجلاندنز وبرضو الريستوسيتين، وهنشوف برضو ايه قصة الريستوسيتين ده.
طيب يا دكاترة، هو السلايد ده احنا شفناه في الريفيجن، بس احنا محتاجين منها كام حاجة كده، ايه لازم ايه نرجع نراجعهم كده مع بعض. طيب إيه، لو فاكرين يا دكاترة لما كان بيتعور عندي الاندوثيليوم ويظهر عندي سب اندوثيليال كولاجين فايبرز، إيه كان عندي بيطلع الفون في البرايم فاكتور، مين ده؟ كان بيطلع من الالفا جرانيولز بتاعت البليتلس، وكان بيطلع من ايه، من الاندوثيليال سيلز. ده اللي كان ايه، ده كان الصمغ اللي بيلزق البليتلس بالكولاجين فايبر، صح؟ لو شايفين الفون في البرايم فاكتور ده هو لارج موليكيول، يعني كبير قوي كده، وكمان هو مالتيمرز، يعني مكون من كذا جزء. ليه بنقول المعلومه دي؟ عشان في انزيم يا جماعه بيروح يكسر الفون في البرايم فاكتور ده لمونوميرز، يعني بدل ما يكون مالتيمرز كده اكتر من جزء، لا بيخليه مونوميرز، يعني كل جزء من ده ايه بيكون لوحده كده. لما بيكون الفون في البرايم فاكتور ده مالتيمرز كده ولارج، ده معناه ان هو هايلي اكتيف، ده هو الاكتيف فون في البرام فاكتور. بينما ما يبقى مونوميرز يعني متقطع كده، ده معناه ان هو ليس اكتيف، او هو بيبقى يحصل له كده انهيبيشن. دي من الطرق اللي انا بعمل انهيبيشن بيها للفاكتور ده، ان انا بكسره بانزيم معين لمونوميرز. حلو، المعلومه دي هنحتاجها في مكان ما، ايه نخليها في دماغنا بس لحد ما نوصلها باذن الله. طيب الفون في البرام فاكتور ده كان بيجي يمسك مين لايه في الجلايكوبروتين 1 بي، ده كان ايه اهم ريسبتور بتاع الادهيجن. ممكن يشارك معايا الجلايكوبروتين 2 بي 3 ايه، بس قلنا ان هو الفانكشن بتاعته الاساسيه اصلا كانت الاجريجيشن. حلو حلو. بعدين بقى بعد ما بيحصل بليتلتس ادهيجن، بيحصل عندي ايه، بليتلتس اكتيفيشن، بعدين بليتلتس ريليس، بعدين بليتلتس اجريجيشن، صح؟ بعد ما بيحصل بقى ريليس بقى، وبطلع الاي دي بي والكلام ده كله يعني، وبدات وبنادي يعني البليتلتس اصحابي، كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل بقى الاجريجيشن. الاجريجيشن كان بيبقى من الايه، بالجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، صح؟ كان بيجي كده فايبرونجن كده في النص زي هنا كده ونمسك في بعض. وكان مين بيعمل اكتيفيشن للجلايكوبروتين ده، او عفوا للريسبتور ده؟ كان الاي دي بي، صح؟ قلنا الفون في البرام فاكتور، قلنا قبل كده ان هو ممكن يشارك عندي في الاجريجيشن عن طريق ان هو يمسك برضه في الجلايكوبروتين 1 بي وال 2 بي 3 اي، بس قلنا هو وظيفته الاساسيه اصلا كانت الادهيجن، ممكن يشارك في الاجريجيشن بس دي مش وظيفته الاساسيه. جميل جميل. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان يا جماعه عندنا الريستوسيتين ده بيعمل ايه، ده بينفورس الفون في البرام فاكتور عشان يمسك في الجلايكوبروتين 1 بي. تاني، الريستوسيتين ده بيخلي الفون في البرام فاكتور يمسك في الجلايكوبروتين 1 بي، يعني بيعمل ايه، بيساعد في البليتلتس ادهيجن. حلو حلو. البليتلتس بقى غبيه ما بتفهمش. يعني ايه غبيه ما بتفهمش؟ اول ما بتمسك في الفون في البرام فاكتور تبدا على طول كل العمليات اللي بعد كده. يعني اول ما بتمسك في الفون في البرام فاكتور بيترجم كده عندها ان انا حصل عندي بليتلتس ادهيجن، ايه اللي بعدها؟ بليتلتس اكتيفيشن، بعدين ريليز، بعدين اجريجيشن. تبدا بقى العمليات دي كلها بقى تحصل بقى ايه، تلقائيا كده ورا بعض. يعني عارف كده فكره زي السبحه كده، اول ما تقطعها كل الخرز بتاعها كده يقع ورا بعض، هي نفس الفكره. اول ما حصل بليتلتس ادهيجن كل العمليات اللي بعد كده بتحصل ورا بعض على طول، تمام؟ حتى لو ما كانش عندي في انجري يا جماعه، يعني لو مثلا نفترض الفون في البرام فاكتور ده كان في الدم اكتف كده من غير ما يجي الانزيم بتاعه يكسره، فضل اكتف كده، هيمشي يا جماعه في الدم يلزق في البليتلتس، والبليتلتس قلنا غبيه ما بتفهمش، هتبدا ايه انها تلزق في بعضها وتعمل اجريجيشن وتسدل البلاد فيسلز، ولا ايه رايكم؟ المعلومه دي مهمه جدا ولازم نكون فاهمينها ولازم نكون حافظينها صم، محتاجينها. تمام. تعالوا بقى ما نشوف ايه قصه الريستوسيتين ده. طيب يا جماعه، انا بيكون عندي العيان بيجيني في المعمل عادي جدا، بسحب منه عينه الدم طبيعي، وبعدين بعمل ايه، سنترفيكيشن للبلاد ده، بشيل بقى السيلز ارميها، بس بخلي عندي البليتلس، خلي بالكم ما برميهاش، انا محتاجه، انا هروح اعمل ايفاليوشن للفانكشن بتاعتها ما اروحش ارميها، تمام؟ كنت باخد البلازما اللي فيها البليتلتس دي وبضيف عليها ماده الريستوسيتين. حلو، قلنا الريستوسيتين ده بيعمل ايه يا جماعه؟ كان بيزق الفون في البرام فاكتور عشان يمسك في الجلايكوبروتين 1 بي، اللي هو ده الازرق ده يا جماعه هو الريستوسيتين، تمام؟ وده الفون في البرام فاكتور ودي البليتلتس، تمام؟ كان بيجبر الفون في البرام فاكتور ان يمسك في الجلايكوبروتين 1 بي. طيب والبليتلتس قلنا ايه، غبيه ما بتفهمش. بعد ما يحصل البليتلتس ايه، ادهيجن، ايه اللي بيحصل؟ اكتيفيشن، ريليس، وبعدين ايه، اجريجيشن، تمام؟ عشان كده يا جماعه البليتلتس، انا اول ما حطيت الريستوسيتين، خلي بالكم هنا لسه ما اشتغلش، فبتبقى البليتلتس كده مفرقه عندي عادي كده في البلازما. حلو، وبعدين بعد ما ضفت الريستوسيتين بقى واستنيت شويه اعمل ايه، هلاقي عندي البليتلتس بدات تلزق في بعض، تعمل اجلوتينيشن، او انها تعمل يعني اجريجيشن. ليه؟ لانه اول ما ضفت الريستوسيتين خلى الفون في البرايم فاكتور يمسك في الجلايكوبروتين 1 بي بتاعت البليتلتس، البليتلتس ترجمت انه ده عباره عن بليتلتس ادهيجن، فبدا يحصل ايه بعدها، بليتلتس اكتيفيشن ريليس، بعدين ايه، اجريجيشن. حلو، فبدات البليتلتس ايه، تلزق في بعضها كده. طبعا يا جماعه بعد ما حصل اجلوتينيشن كده والتيوب دي كده، طبعا انا مش بشخصها كده بالحب يعني، لا، في اجهزه معينه بحط فيها الانبوبه دي بتبدا تقيس لي نسبه الاجلوتينيشن دي قد ايه.
لانه عندنا يا جماعه مثلا الادلت في ميل هيختلف مثلا عن الادلت ميل، يختلف مثلا عن الكبار في السن. انتوا عارفين مثلا الكبار في السن بيبقى يعني كل الخلايا عندهم بتبقى الوظيفه بتاعتها تقل، فبالتالي يعني لما انا اضيف الريستوستاتين واعمل الاجلوتينيشن تيست ده ممكن يبقى عندهم ريديوسد، صح؟ بس هما بيبقى مثلا بالنسبه لسنهم ده هو بالنسبه لهم كده نورمال، يعني بالنسبه له النسبه دي عندي مقبوله وانا قابلها. فعشان كده يا جماعه ايه، دي بتبقى نسبه كده، بيطلع لك المعمل رينج فلاني كده، وانت بتبدا بقى تقارنه هل هو اقل من الرينج اللي المعمل حاططه لك ده حسب الكوركشن مع الايج والجندر بتاع العيان، ولا هو مثلا بيبقى ايه نورمال. تمام. نفترض برضو ان انا حطيت يا جماعه مثلا الاي دي بي، الاي دي بي ده او الكولاجين او البروستاجلاندنز، او ممكن كمان ناس برضو بتحط الابينفرين برضو لو بينفع. دول لما احطهم في التيست تيوب ايه اللي بيحصل؟ دول اتفقنا انهم كانوا بتوع ايه، بتوع الاجريجيشن، دول كانوا بيروحوا على الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي ويعملوا له اكتيفيشن، صح؟ فبالتالي البليتلتس هتلزق في بعضها، بس على طول هتبدا من خطوه الاجريجيشن. يعني خطوه الاجريجيشن دي مش هتحصل، مالناش دعوه بقى بالفولفربراند دلوقتي، احنا دلوقتي ايه في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، على طول البليتلتس هتبدا تعمل مع بعضها اجريجيشن، يعني اللي هو اجلوتينيشن، انها تتلم مع بعضها ايه في مكان واحد كده وتتجمع مع بعضها يعني في منطقه معينه. عشان كده يا جماعه احنا لما بنيجي نستخدم او نعمل ايفالويشن للبليتلت فانكشن بنستخدم تيستين، اول واحد فيهم الريستوستاتين، تمام؟ تاني واحد بقى بيبقى الاي دي بي والشله. من الاي دي بي والشله يعني الاي دي بي وكل حاجه بتعمل نفس الوظيفه بتاعته، اللي هو يعني الاي دي بي والكولاجين بروستاجلاندنز والابينفرين كمان بيبقى معاهم. تمام. دلوقتي هديكي تو سيناريوز، او احنا نشوف دلوقتي تو ديزيزز كده بيبقوا عكس الاثنين عكس بعض. اول واحد فيهم يا جماعه كان اسمه ايه، الجلانزمانز ديزيز، وده عرفنا منه ده كان عباره عن ايه، عن ان عندي ديفكت في الايه، في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي. ده بنفترض ان انا دلوقتي في عندي في ديفكت، يعني مش هيشتغل. يعني انا يا جماعه لما اضيف الاي دي بي والشله بتاعته، البليتلس دي مش هتعرف انها تعمل اجريجيشن. ليه؟ لان الريسبتور اصلا بتاع الاجريجيشن خربان، اللي هو الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي. فبالتالي لما اجي ابص للتست تيوب دي بعد ما اضافه الاي دي بي والشله بتاعته، هلاقي ايه؟ هلاقي البليتلس يا جماعه كده مفرقه، ما لزقتش في بعض. ليه؟ لان الريسبتور مش شغال. تمام. فيطلع عند الاي دي بي والشله بتاعته، يطلع التست ده ايه، ريديوست او قليل، ما بيحصلش عندي اجلوتينيشن. تمام. تعالى بقى افترض انه برضه في الجلانزمانز ديزيز ده انا ضفت ريستوستاتين، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك ده ريستوستاتين ده كان بيروح يخلي الفون فولبرام فاكتور يمسك في الجلايكوبروتين 1 بي، وبعد ما يمسك فيه هيبدا يحصل ايه، على طول البليتلتس هتترك من ده ان هو عباره عن بليتلتس ادهيجن، بعدها يحصل اكتيفيشن وريليس. نيجي بقى لخطوه الاجريجيشن، هتحصل ولا مش هتحصل يا شباب؟ هتحصل، وما ينفعش احنا نقول ما بتحصلش. ليه بقى؟ فاكرين يا جماعه الرسمه بتاعتنا احنا لسه سايبينها، كنا بنقول انه الفونفل برام فاكتور والجلايكوبروتين 1 بي بيشاركوا في الاجريجيشن، ممكن انهم يشاركوا، قلنا ان صحيح ان هم مش الاساس، او هم اصلا اساسهم هو الادهيجن، لكن قلنا كمان انهم ممكن يساهموا في الاجريجيشن. عشان كده يا جماعه لما عند اضافه الريستوستاتين في الجلانزمانز ديزيز هلاقي بيحصل عندي ادهيجن عادي، والاقي برضه خطوه الاجريجيشن بتحصل. ليه؟ لان قلنا ان الريستوستاتين ده بيمسك الفولفربراند فاكتور والجلايكوبروتين 1 بي ويخليهم يمسكوا في بعض، عشان كده البليتلس هيحصل لها اجريجيشن بالخطوه دي. خلي بالنا الريسبتور ده في الجلانزماس ديزيز خربان مش شغال، فعشان كده الاجريجيشن هيحصل بالجزء ده بالجلايكوبروتين 1 بي مع الفولفربراند فاكتور. عشان كده كلام مهم جدا، في الجلانزماس ديزيز لما بضيف الاي دي بي والشله بتاعته اللي بتشتغل على الريسبتور ده، هلاقيهم ايه؟ هلاقي ان ما بيحصلش اجلوتينيشن للبليتلتس. ليه؟ لان الريسبتور ده اصلا خربان. تمام. فبالتالي مش هيحصل عندي حاجه، او هيبقى التست عندي ريديوست. تمام. بينما عند اضافه الريستوستاتين اللي هو كانت وظيفته الاساسيه انه يخلي الفولفربراند فاكتور يمسك في الجلايكوبروتين 1 بي، هلاقيه نورمال، ممكن يبقى ريديوست حاجه بسيطه، يعني اساسا الريسبتور ده هو المهم يعني للاجريجيشن، بس احنا في الغالب يعني بنلاقيه نورمال. تمام. الا بقى لو المعمل يعني دقيق قوي قوي قوي، بيعرف يطلع حساباته دقيقه قوي، يعني ممكن اقول لك ان هو بيبقى ريديوست شويه. المهم لما اضيف الريستوستاتين في الجلانزماس ديزيز عشان هيخلي الجلايكوبروتين 1 بيمسك في الفولفربراند فاكتور اللي هم اصلا كانوا ممكن يشاركوا عندي في الاجريجيشن، فلاقي التست ده طلع عندي ايه، نورمال. تمام. نيجي بقى للديزيز اللي هو العكسه، اللي اسمه البرنارد سولير سيندروم، اللي كان المشكله عندي في الجلايكوبروتين 1 بي. لما اجي اضيف يا جماعه الاي دي بي والشله بتاعته، انا الريسبتور ده عندي يا جماعه سليم عادي ما فيهوش حاجه، فبالتالي البليتلتس اجريجيشن هيحصل عادي جدا، وهيحصل اجلوتيشن البليتلتس عادي جدا، فبالتالي الاي دي بي والشله بتاعته هيطلعوا ايه، هيطلعوا نورمال في البرنارد سولير سيندروم. تمام.
بينما بقى لما اجي في الريستوستين ايه اللي هيحصل؟ انا عندي الجلايكوبروتين 1 بي خربان، فبالتالي مش هيمسك في الفون فيلبران فاكتور، او لو كان انا اصلا عندي مشكله كمان في الفون فيلبران فاكتور مثلا زي بعض انواع الفون فيلبران ديزيزز، مش هيقدر برضو يمسك في الجلايكوبروتين 1 بي. فهلاقي ايه؟ هلاقي الريستوستين ماله قليل او ريديوست، او ما بيحصلش عندي ايه اجلوتينيشن للبليتلتس. ليه؟ لان خطوه الاديشن اصلا ما حصلتش، فبالتالي مش هيحصل بقى ايه باقي الخطوات، فبالتالي هلاقي التست ده ايه عند ايه ريديوست. تستين مهمين يا جماعه، هما اتنين عكس بعض، الجلانزمانز ديزيز والبرنارد سولير سيندروم. البرنارد سولير سيندروم ده بلاقي الريستوستين فيه ابنورمال او ريديوست، بينما بلاقي ايه الاي دي بي والشله بتاعته نورمال عادي جدا. في الجلانزمانز ديزيز بلاقي ان الريستوستين هو اللي نورمال، بينما الاي دي بي والشله بتاعته ايه هم اللي قليلين او ريديوست. ودي هي فعلا التستين دول بنستخدمهم عشان نفرق ما بين ايه ما بين التو سيندرومز دول. تمام تمام يا شباب، ان شاء الله ايه تكون المعلومه اتثبتت كده في المعنى. في معلومه نسيت اقولها لكم يا دكاتره، اللي احنا اتكلمنا عنه ده كان عباره عن الريستوسيتين كوفاكتور اساي. ليه يعني؟ لانه في تيست تاني برضه بنستخدم فيه الريستوسيتين اسمه الربا، اللي هو الريستوسيتين انديوسد بليتلت اجريجيشن. ده ملناش دعوه بيه، لانه هو الفروقات ما بينهم يعني فروقات عميقه شويه، فمش عايزين ندخل في تفاصيلهم قوي. عارفوا اللي احنا اتكلمنا عليه ده كان اسمه الريستوسيتين كوفاكتور اساي، تمام؟ عشان لو قريته تاني ده في اي حته تاني ما تلخبطش الدنيا. تعالوا شوف يا دكاتره، الدكتور قسم لنا البليتلس ديس اوردرز ازاي. قسمها المشكله في النمبر اللي هي الكوانتيتيف بليتلت ديس اوردرز، او مشكله في الفانكشن اللي هي الكواليتيف بليتلت ديس اوردرز. الكوانتيتيف هي اربع حاجات. اول حاجه عندي هي عباره عن الفيلير اوف البليتلت برودكشن، مشكله في المصنع نفسه، او المشكله تكون في السيركوليشن، وهم الثلاثه الباقيين اللي هو انكريز ذا لوس اوف البليتلتس في السيركوليشن، وده بسبب انتي بودز بتطلع تضرب البليتلتس، او بسبب حاجات تانية غير الاميون سيستم اللي هي بنسميها المايكرو انجيوباثيك بليتلت ديستراكشن، او ان انا يكون عندي ايه هايبر سبلينيزم هو اللي ايه عمال يكسر في البليتلتس. الكواليتيتيف بليتلت ديس اوردرز الدكتور قسم عندنا لحاجتين، اللي هي الهيريديتري ديس اوردرز والاكوير ديس اوردرز. الهيريديتري هنتكلم عن ثلاث حاجات مع بعض بالتفصيل، اللي هي الجلانزمانز ديزيز، البرنارد سولير سيندروم والايه والستورج بول ديزيز. الاكوير ديس اوردرز هيبقوا حاجتين، اما ان في بعض الدراجز انا باخدها فعامله امبيرمنت للفانكشن بتاع البليتلتس، او ايه بعض الميديكال سيتويشنز. نبدا ندخل مع بعض يا دكاتره على اول واحده، وهي الكوانتيتيف بليتلت ديس اوردرز، وهي مشكلة في النمبر بتاع البليتلتس. قلنا هما أربع حاجات، أول حاجة الفيلير أوف البليتلت برودكشن، وده بيبقى عندي حاجتين، إما أسباب هيريديتري أو أسباب أكوايرد، وهنناقشهم مع بعض بالتفصيل. تاني حاجة عندنا إنه في إنكريز للص بتاع البليتلتس في السيركيوليشن، وده بسبب إنه في أنتي بوديز بتطلع تضرب البليتلتس. اول سبب عندنا او اول مثال عندنا هو الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بربرا، وده مرض او ديزيز علينا بالتفصيل وهنتكلم عنه ان شاء الله. تاني حاجه عندنا انه ممكن الانتي بودز دي تبقى اصلا اسوشيتد مع اذر اوتو اميون سيندروم، زي مثلا السيستميك لوبس، هو اصلا اوتو اميون ديزيز صح، فطلع مثلا برضو انتي بودز ضربت البليتلتس، او مع الكرونيك لينفوسيتيك لوكيميا، او مع بعض انواع الليمفوما برضو. تالت حاجه عندنا اللي هو الدراج انديوست اميون ثرومبوسايتوبينيا، انه الانتي بودز اللي اتكونت دي وضربت البليتلتس ونقصت عددها ده كان اصلا بسبب الدراجز. يعني ايه؟ في بعض الادويه يا جماعه عندنا بتشتغل شغل الهابتن، فاكرين لما اخذنا في الاميونولوجي زمان كده في الميكروبيولوجي، الهابتن ده كان عباره عن كيميكال سابستانس لوحده كده ما بيقدرش ان هو يعمل ستيميوليشن للاميون سيستم، كان بيروح يمسك في بروتين ايه، وعن طريق ان هو مسك في بروتين ده بيقدر يعمل استيميشن للاميون سيستم، او ان هو يستفز يعني الجهاز المناعي عشان يكون ضده انتي بوديز، زي مثلا البنسلين وادويه اللي فيها الصلفة، وكان برضو الاسبرين وبعض المستحضرات التجميليه والكلام ده. يعني المهم ان انا عندي من اشهر الادويه بتعمل الحركه دي كان الهيبرين. الهيبرين ده يا جماعه هو صغنون كده ما بيقدرش يعمل استيميشن للاميون ريسبونس، تمام؟ كان بيروح بقى يمسك في بعض الناس، يعني بيروح يمسك في البلازما بروتينز، فلما بيمسك البلازما بروتينز دي بتكتسبه صفه ان هو بيبقى عنده هاي موليكولار ويت، فبيبدا بقى ان هو يستفز جهاز المناعه، فجهاز المناعه بقى بيبدا يكون عنده بالبي سيلز انتي بودز. الانتي بودز دي طبعا طالعه ضد الهيبرين صح، فهتروح تمسك فيه. للاسف بقى الانتي بودز اللي طلعت دي برضه بتروح تضرب البليتلتس. ليه؟ هو ايه العلاقه بين الهيبرين والبليتلتس؟ فاكرين حاجه اسمها بليتلت فاكتور 4 اللي هو كان عباره عن بيطلع من الالفا جرانيولز، وكان عباره عن الهيبرين انتاجونست، كان بيروح ايه يعطل الوظيفه بتاعت الهيبرين. هو اصلا يعطل وظيفه الهيبرين اكيد يعني في علاقه بينه وما بين الهيبرين، عشان كده بقى الانتي بودز اللي بتطلع ضد الهيبرين دي بتروح تضرب البليتلتس، عشان خاطر ان في حاجه اسمها بليتلت فاكتور 4 اللي هو اصلا ليه علاقه بالهيبرين، او هو والهيبرين متشابهين في بعض الحاجات، فالانتي بودز دي ايه كانت بتروح برضه تضرب البليتلتس.
تيجي الانتيبادز دي بقى مع الكومبلمنت بقى والهيصه دي كلها، تروح ايه تمسك في البليتلس كده كانها معلماها. ولما بقى تبدا تكون معلماها كده، لما بتمشي بقى البلاد ويروح للمايكروفيجز بتاعت الريتيكولو اندوثيليال سيلز، او عفوا الريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هي السبلين والبولمر والكلام ده، تروح الماكروفيجز بتاعت السبلين ايه مكسره البليتلتس، بيحصل عندي ثرومبوسايتوبينيا بسبب الدراج. مين هو الدراج؟ اللي هو الهيبرين اللي احنا بنديه من بره، فبنسميه هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا. تمام، ده الميكانيزم بتاعه مش علينا، بس احنا قلناه برضه عشان ما يبقاش بنقرا الكلام كده بس. بعدين ممكن يكون عندي بعض الانفكشنز زي ال HIV وهيباتيتس بي وهيباتيتس سي مثلا، ممكن تتكون انتي بوديز فيهم تروح برضه تضرب البليتلتس. تمام، او ممكن يكون عندي بوس ترانسفيوجنال بيربرا. ده يا جماعه تعرفوه بالتفصيل ان شاء الله في محاضره البلاد ترانسفيوجن يعني، فاحنا مش هنقوله دلوقتي، هتعرفوه ان شاء الله لما تذاكروا محاضره البلاد ترانسفيوجن. تالت حاجه عندنا اللي هو المايكرو انجيوباثيك بليد ديستركشن، يعني البليتلتس حصل فيها او انا بدات ان انا اكسرها باسباب تانية غير الانتي بوديز. زي ايه؟ المايكرو انجيوباثيك، مايكرو يعني صغير، يعني بتحصل تكسير البليتلتس دي في السمول بلاد فيسلز. يعني كان عندنا ثلاثة سندرومز، واحد اسمه الهيموليتيك يوريميك سندروم وده ان شاء الله هنتكلم عنه كلمتين، والثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بربرا، هي والديسيميليتد انترا فاسكولار كواجولوباثي. ده يا جماعه ان شاء الله اخر واحد ده هنتكلم عنه بالتفصيل في محاضره الكواجوليشن ديس اوردرز، لانه هو المرض ده بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه كونسامبشن للبليتلتس والكواجوليشن فاكتورز، ببدا ان انا استهلكهم سواء البليتس او الكواجيشن فاكتورز، فبالتالي فبيقل عددهم هما الاثنين، فعشان كده بيحصل عندي ثرومبوسايتوبينيا. والمرض ده ان شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل المره الجايه. عندنا اول تو ديزيز دول هما مش علينا بالتفصيل، ليه صعبين يعني؟ لا يا جماعه دول من اتفه ما يكونوا، بس احنا برضو ايه هنقول عنهم كلمتين كده عشان السطر اللي الدكتور كاتبه ده بيقول لك انه الهيموليتيك يوريميك سندروم والثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بربرا هما الاثنين البروسيس بتاعهم واحد، يعني نفس الفكره بس بيختلفوا في الديستريبيوشن بتاع الثرومباتيك ليجنز. اما نوصل عندهم هنفهم معنى الكلام ده، ما تشغلش بالك بيهم دلوقتي. او ممكن ان احنا قلنا يكون عندي سبب نقص عدد البليتلز ده، السبلين اتجنن ايه وبدا ان هو يكسر البليتلز، صح؟ تمام، نبدا بقى نخش في اول حاجه اللي هي الايه، الهيريديتري ثرومبوسايتوبينيا، اللي هو كان مش اول حاجه عندنا كانت الفيلير اوف البليتلز برودكشن، صح؟ كان في عندنا اسباب هيريديتري واسباب اكواير. ندخل بقى ايه في الهيريديتري ثرومبوسايتوبينيا. عندنا اول واحد فيهم يا جماعه اللي هو الويسكوت الدريتش سيندروم، ده احنا جبنا سيرته في بارت 1 لما كنا بنعمل ريفيجن كده في الاول خالص، اما جبنا سيره الميجا كاريوسايت، صح؟ قلنا اي خليه بتعمل بروسيسز زي الميجا كاريوسايت او زي خلايا المناعه محتاجه ايه؟ محتاجه الاكتين فيلامنتس، وان لو حصلت فيه مشكله سواء في الاكتين فيلامنتس نفسها او مشكله في البروتينات او الانزيمات اللي بتساعد في تصنيعه، هيحصل عندي فيه ديفكت في الخلايا اللي محتاجه تعمل بروسيس، صح؟ وسميناه الويسكوت الدريتش سيندروم. تعالوا بقى نقراه مع بعض. بصوا يا جماعه التفاصيل دي مش مكتوبه قوي في الكتاب، بس انا جايبها عشان ما نبقاش ايه بنقرا كلام كده في الفضاء. ده اول حاجه عباره عن اكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر، بيتميز بثلاث حاجات. اول ما اسمع السيندروم ده احط على ايدي ثلاثه، اول حاجه الاكزيما اللي هو نوع من انواع الدرماتيتس يعني التهابات الجلد، ومايكرو ثرومبوسايتوبينيا بيحصل عندي ثرومبوسايتوبينيا، ومش بس كده البليتلس كمان بتكون صغيره عشان كده سميناها المايكرو ثرومبوسايتوبينيا. تالت حاجه عندي بيحصل اميونو ديفيشنسي، بيحصل عندي مشكله في جهاز المناعه. تمام، ايه هو الباثولوجي بتاع الديزيز ده؟ بص يا جماعه في عندنا بروتين اسمه الويسكوت الدريتش سيندروم بروتين، ده بيبقى موجود في الهيماتوبويتيك سيلز، وبيبقى الجين بتاعه ده موجود على الاكس كروموزوم، عشان كده هو اكس لينكد ريسيسيف ديزيز. حلو، البروتين ده اللي موجود في الهيماتوبويتيك في الهيماتوبويتيك سيلز يعني بيبقى مهم جدا في عمليه البوليمرايزيشن بتاعه الاكتين فيلامنتس. تمام، ومع بعض البروتينات الاخرى يعني كلهم ايه بيساعدوا يعني في انهم يعملوا برانشد للاكتين فيلامنتس. المهم يعني ان هو احنا محتاجين البروتين ده عشان سلامه الاكتين فيلامنتس، وعشان ايه وظيفتها تبقى صحيحه، وان احنا ايه نقدر نعمل بروسيسز وسودوبوديا ونتحرك بيها، صح؟ لما بيكون عندي ديفكت في الجين المسؤول عن تصنيع البروتين ده، ما بقدرش ان انا اعمل بوليمرايزيشن للاكتين فيلامنتس، فبيكون عندي ديفكت فيها، فما بقدرش ان انا اعمل بروسيسز سواء بالميجا كاريوسايت او بجهاز المناعه، وما اقدرش برضو ان انا اعمل ايه السودوبوديا بتاعت ايه جهاز المناعه. تمام، السندروم ده بنختصره بكلمه ووتر. ايه ووتر دي؟ W دي اختصار ويسكوت، ال A دي اختصار ألدريتش يعني ويسكوت ألدريتش، ال T دي اختصار ثرومبوسيتوبينيا، ال E اختصار إكزيما، ال R اختصار ريكارنت انفكشنز بسبب الاميونو ديفيشنسي. يبقى انا اول ما اشوف السندروم ده على طول اكتب جنبه كلمة ووتر اللي هو ويسكوت ألدريتش ثرومبوسيتوبينيا إكزيما ريكارنت انفكشن بسبب الاميونو ديفيشنسي. تمام،
هنا طبعا بيوريك جهاز المناعة أو الإيميون سيستم إزاي إن هو بيحتاج إن هو يعمل بروسيسز عشان يقوم بالوظيفة بتاعته، زي مثلا هنا أشهرها الميكروفيجز والمونوسايتس والدندريتك سيلز. شوفوا بيعملوا السودوبوديا عشان إيه؟ ياكلوا الفورين باثوجين. عمر السودوبوديا دي يا جماعة ما تتكون من غير الأكتين فيلامنتس. الأكتين فيلامنتس هي اللي بتساعد إيه في تكوين السودوبوديا دي. أنا جايبة لكم هنا فيديو بس إيه عشان نشوف مع بعض إزاي الإيه الأكتين فيلامنتس بتساهم في الموضوع ده. بصوا يا جماعة، هو أنا جايبة الفيديو كده من نصه عشان ما نضيعش وقت، أنا هسيبه لكم برضه في الديسكريبشن بوكس لو حد حابب يبص عليه. دي الأصفر ده عبارة عن الأكتين فيلامنتس، تمام؟ الأكتين فيلامنتس بتتكون إزاي؟ طبعا بمساعدة الويسكوت ألدر سيندروم بروتين وبروتينات تانية بتبدأ إنها إيه يعمل بوليمرايزيشن للأكتين فيلامنتس. بيعملها بوليمرايزيشن إزاي؟ هنشوفها أهو. أه بصوا، بيبدأ إن هو يبني الاكتين مونيمرز مع بعض. شفتوا عمليه البناء دي محتاجه الويسكوت ألدريتش سيندروم بروتين. فلما الاكتين فيلامنتس بتتبني في الناحيه دي كده، بتقوم جايه زقه جزء من السيتوبلازم ومعاها وجزء من السيمبرين، فتقوم جايه عامله بروسيس او عامله سودوبوديا. بالطريقه دي بتقدر الخلايا سواء انها بقى عايزاها للحركه او عايزاها جهاز المناعه عشان تعمل فاجوسايتوزس او عايزاها الميكاكاريوسايتس، شوفوا بتتكسر الاكتين فيلامنتس من هنا وبتتبني الناحيه الثانيه. دي هي عمليه البوليمرايزيشن، تمام؟ بس ده كل اللي احنا محتاجين ايه نشوفه من الفيديو. بنفكركم يا شباب ان الويسكوت ألدريتش سيندروم كان عبارة بنختصره بكلمة ووتر، اللي هو الويسكوت ألدريتش. بعدين عندنا ايه ثرومبوسيتوبينيا، او بتبقى مايكرو ثرومبوسيتوبينيا عشان بيبقى مش بس عددها قليل، ده كمان بتبقى صغيرة في الحجم. وبيبقى عندي ايه اكزيما اللي هي حرف الاي في كلمة ووتر، وكان بيبقى عندي ايه ريكارنت انفكشن بسبب ايه الاميونو ديفيشنسي، تمام؟ كانت عبارة عن 3 حاجات ما ننساهمش بقى. نيجي لتاني سندروم عندنا اللي هو اسمه التار سندروم. ايه التار سندروم ده؟ التي يا جماعه اختصار ثرومبوسيتوبينيا، ايه اختصار ابسنت، ار معناها راديوس، يبقى هو ثرومبوسيتوبينيا وذ ابسنت راديوس سندروم. السندروم ده يا جماعه بيبقى فيه زي ما قلنا ثرومبوسيتوبينيا وابسنت راديوس. بدون الدخول في اي تفاصيل، ايه ده بيبقى فيه جيناتيك ديفكت، الطفل عندي بيتولد كده من غير عظمه الراديوس، فممكن ان انا لما اعمله سي بي سي الاقي عنده ايه ثرومبوسيتوبينيا. ودي صورة يا جماعة واحدة هي عايشة بالسندروم ده، شوفوا لو ملاحظين ايديها الصغيرة ازاي عشان ايه عندها الريديوس مش موجودة، فبنسميه التار سندروم او ثرومبوسيتوبينيا ويز ابسنت ريديوس سندروم، تمام؟ ده كل اللي احنا محتاجين نعرفه عنه. تالت سندروم عندي اللي هو البيرنارد سولير سندروم. بصوا يا جماعة، هو السندروم ده مينلي كواليتيتيف بليتلت ديس اوردرز، يعني مشكلة في الفانكشن. هل هو ممكن يجيني مشكلة في الكوانتيتيف، يعني ممكن مشكلة في النمبر بتاع البليتلتس؟ والله هو ممكن، فالبليتلتس بتكون عندي جاينت يعني كبيره في الحجم، وبيبقى عندي ثرومبوسيتوبينيا. احيانا بعض الناس بيجي معاهم الاثنين، يعني اللي هو الكواليتيف والكوانتيتيف، بس البرنارد سولير سندروم مينلي كواليتيتيف، يعني مشكله في الجلايكوبروتين 1 بي، تمام؟ هنتكلم عنه ان شاء الله في الكواليتيف بليتلتس اوردرز، يعني مش هشغل بالكم بيه دلوقتي. طب ندخل بقى في الاكوارد ثرومبوسيتوبينيا. اكواد ثرومبوسيتوبينيا يا شباب ممكن تكون بسبب ايه؟ بسبب بعض حاجات عامله انهيبيشن للميجاكاريوسايتس. زي ايه؟ انا واخد مثلا بعض الادويه عامله انهيبيشن للميجاكاريوسايتس، عشان كده ما بتطلعش بليتلتس. في بعض الكيميكالز، بعض المواد الكيميائيه برضو بتعمل سبريشن للميجاكاريوسايتس، بعض الفيرال انفكشنز. وكمان ممكن يكون عندي بون مارو فيلير لاي سبب من الاسباب بدون الدخول في اي تفاصيل، او انا مثلا عندي ورم وعامل انفلتريشن للبون مارو، مثلا زي الليمفوما ستيج 4 وعملت انفلتريشن للبون مارو، صح؟ هتعمل امبيرمنت للفانكشن بتاعته، مش هتقدر الميجاكاريوسايت ان هي تطلع البليتلتس. او ممكن يبقى عندي ميجالوبلاستيك انيميا. ميجالوبلاستيك انيميا يعني عندي ايه ديفيشنسي في الفوليك اسيد او في فيتامين بي 12 اللي هو كان مهم عشان ايه عملت الميثايليشن بتاعت الدي ان ايه، عشان يعني يحصل عندي السيل ديفيجن. طب انا لو كان عندي فوليك اسيد ديفيشنسي او فيتامين بي 12 ديفيشنسي، مش هيقدر ايه ان انا اعمل ميثيليشن للدي ان ايه، فبالتالي مش هقدر ان انا اعمل سيل ديفيجن، فبالتالي هيبقى عندي نقص في العدد كل خلايا الدم اللي كان بيبقى عندي اصلا برضو بان سيتوبينيا لو فاكرين. او كمان عندي الالكحول ابيوس كمان بيعمل ثرومبوسيتوبينيا. هنتكلم كلمتين يا شباب زي ما وعدتكم عن الثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينك بربرا وعن الهيموليتيك يوريميك سيندروم، عشان بحس ان احنا لو قابلناهم في اي حته ايه نبقى عارفينهم. بصوا يا جماعه، لو مش انترستد في الموضوع يعدي الفيديو يقدمه وما يتفرجش على الحته دي خالص، لانها ايه مش علينا ومش مهمه بالنسبه لنا. طيب انا عندي الديزيز ده يا جماعه متعلق بالفون فيلبران فاكتور، تمام؟ انا بيبقى عندي جين، الجين ده بيكون بينكود لحاجه اسمها الادم تي اس 13. مين الادم تي اس 13 ده؟
الادم تي اس 13 ده عباره عن انزيم يا جماعه، هو بروتوليتيك انزيم، ده اللي كان بيروح يكسر الفون فولبرام فاكتور مالتي مرز يحوله الفون فولبرام فاكتور مونيمرز، فاكرين ده قلناه في الاول، بيحوله يعني من الاكتيف فورم للاكتيف فورم، تمام. فالجين ده بقى بينكود فور طبعا الانزيم اللي قلناه اسمه ادم تي اس 13 انزيم، وده كان عباره عن بروتوليتيك انزيم، لانه زي ما اتفقنا الفون فولبرام فاكتور ده كان عباره عن جلايكوبروتين، تمام. فبيروح الانزيم ده يعمل كليفج للفون فولبرام فاكتور مالتي مرز اللي هي كانت عباره عن اكتيف فورم بتاع الفون فولبرام فاكتور، ويحوله لايه؟ للفون فولبرام فاكتور مونيمرز، ودول بيبقوا ليس اكتيف، تمام. طول ما الفون فولبرام فاكتور في المونيمرز او بيبقى دايمرز برضو مش مشكله، فده بيبقى ليس اكتيف، بينما طول ما هو مالتي مرز كده هو اكتيف وهو هيمشي يلزق في البليتلتس، تمام. ده عباره عن الفسيولوجي. طب لما نشوف ايه يا جماعه الباثولوجي، الباثولوجي بتاع التي تي بي يا جماعة بيبقى عندي حاجتين، بيبقى يا إما inherited يعني وراثي، أو يبقى عندي acquired. inherited ده يا جماعة بيبقى فيه عندي genetic defect أو بيبقى عندي mutation في الجين المسؤول عن تصنيع الآدم تي اس 13 enzyme. الاكوارد بقى بيبقى في عندي انتي بوديز، الانتي بوديز ده ايه؟ بتروح تمسك في الادمز تي اس 13 انزيم وايه وتعمله انهيبيشن، توقف الشغل بتاعه، سواء بقى كان عندي ميوتيشن سواء عندي انتي بوديز، المهم يعني ان الانزيم ايه الغلبان ده يحصل فيه ديفكت في الايه في الوظيفه بتاعته، اما ان هو مش هيتكون او ان هو ايه مش عارف يشتغل، فمش قادر ان هو يعمل كليفج للفون فولبران فاكتور مالتي مرز، وبالتالي مش هيكونني الفون فولبران فاكتور مونيمرز، فيفضل ده عندي موجود في الدم بكميات كبيره. هيعمل ايه؟ هيروح يلزق البليتلتس، هيلزق ويتلزق في البليتلتس، هيقوم جاي ماسك البليتلتس كده، واول ما يمسك في البليتلتس احنا قلنا ان البليتلتس ايه ما بتفهمش، اول ما بتمسك في الفون فولبرام فاكتور بيترجم عندها ان ده بليتلتس ادهيجن، وبيبدا بعدها اكتيفيشن وريليس واجريجيشن، فبتبدا البليتلتس ايه تتجمع كده مع بعض في البلاد فيسلز، والكلام ده بيحصل يا جماعه في السمول بلاد فيسلز، لانه لو حصل في اللارج بلاد فيسلز يعني انه الدايمتر بتاعها بيكون طويل قوي، فالافكت بتاعها يعني ما بيكونش واضح في اللارج بلاد فيسلز، بيبان قوي ايه في السمول بلاد فيسلز. المهم ان لما تيجي كده تكلكع مع بعضها بتيجي الغلبانه كده الار بي سيز تعدي، طبعا ما بتعرفش تعدي فتقوم ايه وهي معديه كده ايه تتكسر، فبنسميها فريجمنتد ار بي سيز او بنسميها شيستوسايتس، سواء قلت شيستوسايتس او فريجمنتد ار بي سيز الاثنين صح، تمام تمام. فبيحصل عندي يا جماعه بسبب ان البيتس عماله تتلزق في اماكن كتير كده، فبتستهلك البليتس اللي موجوده في الجسم، فبيحصل عندي ثرومبوسايتوبينيا. والبليتس دي يا جماعه طول ما هي ماشيه ايه متلزقه مع بعضها كده في السيركيوليشن، وتروح تعدي على السبلين، السبلين بيعمل ايه؟ السبلين ما بيحبش الهيصه، فيقوم جاي مكسرها، تمام. فيحصل عندي نقص شديد في عدد البليتس، يحصل عندي ثرومبوسايتوبينيا وهيموليتيك انيميا، لانه الار بي سيز بتتكسر جوه البلاد فيسلز، وبالتالي هتأدي عندي الانيميا. تاني حاجه يا جماعه انه نفس الحركه دي بتروح تحصل في الجلوميريولاس بتاع الايه بتاع الكيدني، تمام. مش الكيدني، الجلوميرولاس ده كان عباره عن بلاد كابيلاريز وكانت برضو صغيره، فنفس الكلام ده هيروح يحصل فيها، فبالتالي ممكن البليتلتس او مجموعه البليتلتس دي تروح تسد الجلوميرولار كابيلاريز، فبالتالي ايه هيقل عندي الجلوميرولار فلتريشن ريت، صح. ولما يقل الجلوميرولار فلتريشن ريت ايه اللي هيحصل عندي؟ هتقل وظائف الكلى، صح. وتخيل كمان هتروح الار بي سيز كمان تتكسر هناك برضو في الجلوميرولس ولا حاجه، ايه اللي بيحصل؟ هيطلع منها الهيموجلوبين وهينزل في اليورين، صح. وبيحصل عندي حاجه اسمها اكيوت كيدني انجري، اللي خد نفرولوجي يعرفها واللي ما خدش هيعرفها بدون الدخول في اي تفاصيل يعني، تمام. ده كده ايه ملخص الديزيز، ان انا بيبقى عندي ديفكت في الادم تي اس 13 انزيم اللي هو ممكن يبقى انهيرتد او اكوايرد، والباثوفيسيولوجي انه انا ما بقدرش اعمل كليفنج للالترا لارج فون فولبرام فاكتور مالتيمرز، وما اقدرش انا احولها لمونيمرز، بيحصل الاكيوميليشن للمالتيمرز دي، وانا بزود ايه البليتلت مايكرو ثرومبوي، تمام. زي هنا الصوره دي اللي جايبها لك، انه الفون فولبرام فاكتور مالتيمرز لما كانت بتطلع وتخلص شغلها كان بيجي ايه الانزيم ده ايه يكسره او ان هو يحوله المونيمرز، تمام. في حالات الاكوارد تي تي بي اللي بيحصل عندي بيجي انتي بودي يمسك في الانزيم ده يعطل، ما بقفش يشوف شغله، فبالتالي البيتس ايه هتبدا تتلزق في الفون فولبرام فاكتور، وتبدا تعمل اجريجيشن كده وايه ممكن تسد لي البلاد فيسل، او انها ايه او انها الار بي سيز تيجي تعدي ما تعرفش تقوم جايه متكسره، او ايه انها يحصل لها فرجمنتيشن. بينما بقى في الفاميليال يعني او اللي هو الوراثي ايه بيكون عندي اصلا الانزيم ده مش موجود او هو بيبقى فيه ديفكت، فبالتالي برضو البليتلتس بتتلزق في بعضها وبيحصل نفس الكلام،
تمام. التي تي بي يا جماعه ده بيبقى عباره عن 5 حاجات مع بعض. بيجي العيان بثرومبوسيتوبينيا واحنا عرفنا ازاي، بيجي بهيموليتيك انيميا واحنا عرفنا ازاي وبنسميها مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا عشان حصلت في السمول بلاد فيسلز، وبيبقى عندي اكيوت كيدني انجري وعرفنا ازاي، بيبقى عندي فيفر وبيبقى عندي الترد منتال ستيتس، بيبقى العيان ده عنده ايه نيورولوجيكال مانيفيستيشنز، يعني بيبقى عباره عن 5 حاجات المرض ده. تمام. شوف بقى اللي بعده الهيموليتيك يوريميك سيندروم. ده يا جماعه لو فاكرين كده يعني كان عندنا حاجه اسمها الشيجيلا، نوع من انواع البكتيريا، وكان عندنا الايه الايكولاي لو فاكرين، او اللي هي بالذات يعني الانتيرو هيمولوجيك ايكولاي اللي كانت او 157 اتش 7 دي فاكرينها. المهم ان الاثنين دول كانوا بيطلعوا لي توكسين كان اسمه الشيجا توكسين، لو طالع من الشيجيلا بنسميه شيجا توكسين، لو طالع من الايكولاي بنسميه شيجا لايك توكسين. تمام. التوكسين ده لو فاكرين كان عباره عن تو سب يونتس، الاي سب يونتس والبي سب يونت. البي سب يونت ده يا جماعه اللي هو بتاع البايندنج اللي بيروح يمسك على السيلز وبيقوم هو داخل ومدخل معاه الاي سب يونت. الاي سب يونت ده يا جماعه كان بيروح يمسك مين لو فاكرين؟ في الريبوسوم. فلما يروح يمسك في الريبوسوم اللي في الخلايا بيوقف ايه؟ بيوقف عمليه البروتين سينثيسيس، فبالتالي اي خليه يا جماعه ما بتصنعش بروتينات هتموت، عشان كده الخلايا دي بيحصل لها ديث وبتموت. تمام. الحركه دي بقى بيعملها فين او بيعملها التوكسين ده فين؟ بيعملها برضو في الاندوثيليال سيلز، فبيموتها وبيعمل لها دامج. مين لما يحصل دامج الاندوثيليا مين اللي يتنبه؟ البليتلت، صح. فالبليتلت هتيجي تتلزق هنا بقى مكان الاندوثيليوم اللي وقع ده. احنا اتفقت معاكم يا شباب قبل كده ان السمول انجريز بتبقى محتاجه كفايه قوي الرول بتاع الفاسكولار سيستم وبتاع ايه بتاع البليتلتس، مش محتاجين احنا الكوجيشن كاسكيت في حاجه. خلي بالكم انا قلت لكم اندوثيليال سيلز يعني وقعت 1 2 3 4 5 يعني هما مش كتير، يعني مش هيعملوا لي لارج انجري ولا حاجه كبير، لا. فكفايه بس عشان يوقف النزيف كفايه قوي البليتلتس والرول بتاع الفاسكولار سيستم، مش محتاجين احنا هنا الكوجيشن كاسكيت خلي بالنا. تمام. فتيجي برضو تحصل نفس الحركه، البليتلتس تقعد تتلزق هنا كده في اماكن كتير من الجسم، فيبدا يحصل استهلاك للبليتلتس، بيحصل عندي ثرومبوسايتوبيني، تيجي الار بي سي تعدي في السمول بلاد فيسلز ما تعرفش تروح مراحه ايه متكسره كده، يحصل مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. تمام. ببص عليها تحت الميكروسكوب بلاقيها فريجمنتد ار بي سيز او بسميها شيستوسايتس. تمام. نفس الكلام ده قلنا بيروح يحصل برضو في الجلوميريولاس، برضو الكوتوكسين ده بيروح للاندوثيليال سيلز بتاعت الجلوميريولاي، بيروح برضو يعمل فيها دامج وبتيجي البيتلس برضو تتلزق هناك، وبرضو ممكن انها تسد البلاد فيسلز الصغيره دي، وممكن برضو الار بي سيز وهي معديه ايه تتكسر والهيموجلوبين ايه يقوم جاي نازل في اليورين، او ممكن اصلا البليتلتس دي تسد خالص البلاد فيسلز بتاعت الجلوميريولاي، فيحصل عندي ايه؟ هيقل الجلوميريولار فيرتيليشن ريت، فبالتالي هيقل عندي ايه وظائف الكلى، هيحصل عندي اكيوت كيدني انجري. بيحصل عندي 3 حاجات، مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، واكيوت كيدني انجري. لو شايفين دي نفس بالظبط التي تي بي، هما بالظبط نفس القصه يا جماعه باختلاف ايه هو المسبب وباختلاف بعض تفاصيل القصه. عشان كده الدكتور كان كاتب لنا في المحاضره ان التو ديزيزز دول هما بيبريزنت السيم ديزيز بروسيس وذ ديفرنت ديستريبيوشن اوف الثرومبوتيك ليجنز. هما الاثنين بالظبط تحس انهم يعني نفس القصه بنفس حتى ال3 حاجات اللي احنا قلناها. تمام. ده ملخص الهيموليتيك يوريميك سيندروم، قلنا بسبب يا اما الشيجا توكسين او الشيجا لايك توكسين، ايه وده التوكسين ده بيعمل اندوثيليال دامج، والاندوثيليال دامج ده بياكتيفيت ايه البليتلس فانكشن، وده بيبقى معايا يا جماعه عباره عن 3 حاجات، ثرومبوسايتوبينيا وعرفنا ازاي، اكيوت كيدني انجري وعرفنا ازاي، وهيموليتيك انيميا وعرفنا ازاي. عرفناهم بس ننساهم بقى ايه؟ لا، هو في حاجه هنا بصوا يا جماعه الرسمه دي حلوه قوي عشان مجمعه الهيموليتيك يوريميك سيندروم والتي تي بي، بيقول لك ان هما الاثنين مشتركين في الحاجات دي. الهيموتيك يوريميك سيندروم هي اللي باللون الاخضر دي اللي بيبقى فيها هيموتيك انيميا زي ما قلنا وثرومبوسايتوبينيا ويوريميا، او اللي هو يعني اكيوت كيدني انجري. تي تي بي بيبقى فيها كل حاجه باللون الموف، يعني الفيفر والنيورولوجيكال مانيفستيشنز واليوريميا او يعني الاكيوت كيدني انجري والهيموتيك انيميا ايه والثرومبوسايتوبينيا. عرفناهم ننساهم بقى ايه ونركز في الايه في المهم. ندخل بقى على الاوتو اميون ثرومبوسايتوبينيك بربرا، وده يا جماعه اهم موضوع عندنا في المحاضره بصراحه. طيب ايه هو ده؟ بيقول لك بيحصل عندي ثرومبوسايتوبينيا عشان بيحصل عندي اميون ستراكشن للبليتلتس، بيتكون ضدها انتي بوديز. طيب الميكانيزم بقى يا جماعه عباره عن ايه؟ بيتصنع انتي بوديز ضد البليتلتس، فبتروح تمسك على ريسبتورز معينه في البليتلتس. فاكرين كانت ايه اشهرها؟ كان اشهرها الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي اللي هو بتاع الاجريجيشن. قلنا ممكن تتكون الجلايكوبروتين 1 بي بس مش مشهور قوي، المشهور قوي اللي هو ال 2 بي 3 اي. الانتي بوديز بتتكون دي يا جماعه بتكون اي جي ام، بعدين بعد كده بتتحول لاي جي جي،
تمام. ده بتفرقنا عن مين؟ عن الهينشخوشلاين بيربرا، فاكرين كان الاي جي اي هناك، لكن هنا ايه؟ الاي جي جي، ما نلخبطش. تمام. فلما كان كده بيمسك على البليتلتس كان بيعمل حاجه اسمها اوبسونايزيشن. اوبسونايزيشن دي خدناها في الاميونولوجي، كانت معناها فاسيليتيشن اوف فاجوسايتوزس، يعني لما الانتي بوديز تمسك كده على سطح البليتلتس كانها كده بتعلمها ايه للماكروفيجز، فالماكروفيجز يكون سهل عليها انها تروح تاكلها. ليه؟ عشان الماكروفيجز دي كان عندها، او الانتي بوديز دي كان عندها اف سي بورشن، وكان موجود فيه الاف سي بورشن ده كان موجود ليه ريسبتور على الماكروفيجز، فكان بتروح على طول تمسك فيه وبعدين ايه تقوم جايه بلعه البليتلتس دي. عشان كده الاوبسونايزيشن ده معناه فاسيليتيشن اوف فاجوسايتوزس. تمام. من الماكروفيجز بقى اللي بتروح تاكل البليتلتس دي وتكسرها، بيقول لك عاده اللي بتبقى في الريتيكولو اندوثيليا سيستم اكتر واحد فيها هو السبلين. عشان كده يا جماعه من طرق العلاج اللي احنا هنشوفها ان احنا بنشيل السبلين، مش السبلين يعني بتتكسر فيه البليتلتس بالماكروفيج اللي فين، نشيل السبلين رايح دماغنا. وممكن برضو في البون مارو، في الليمف نودز، في ايه، في كل ايه ريتيكولو اندوثيليا سيستم يعني. طيب زي ما قلنا بتيجي الانتي بودز دي اللي بتمسك على البليتلتس وبتعمل اوبسونايزيشن، وبعدين بيحصل ريموفال بريتيكولو اندوثيليا سيستم اللي ممثلا في السبلين والليفر والبون مارو ايه والليمف نودز. طبعا ما ينفعش ان انا اشيل الليفر، ده الليفر ده يعني من اسمه ليفر، يعني جاي من كلمه لايف اللي هو يعيش، اللي هو معناه كده المعيش. مفيش حاجه اسمها ان احنا نشيل الليفر نرميه، ممكن نشيل منه حته لكن ما نشيلوش طبعا كله. او ممكن طبعا مفيش حاجه اسمها ان انا اشيل برضو البون مارو، ممكن اشيل يا جماعه بعض الليمف نودز، بس انا عندي ليمف نودز كتير قوي في الجسم، عشان كده من احد طرق العلاج ان انا اشيل السبلين اصلا، لانه معظم التكسير اصلا بيحصل في السبلين. تمام. ده بقى زي ما قلنا ايه هينقص ايه عدد البليتلتس في السيركيوليشن. طيب ده يا جماعه اوتو اميون ثرومبوسايتوبينك بربرا، او الاسم التاني ليه الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينك بربرا. ايديوباثيك يعني مجهول السبب، احنا مش عارفين ايه اللي خلى انتي بودز تتكون تروح تضرب البليتلتس. اي حاجه يا جماعه مش معروفه، يا اما انه يلتحق بليستة الريسك فاكتورز، او يلتحق بليستة ايه شويه ثيوري كده قاعد يقولوا عن الموضوع. احنا هنا حطينا ليستة ثيوري كده عن الموضوع. اول حاجه عندنا ودي الموست اكسبتد ثيوري، انه بيقول لك الانتي بودز دي بتروح تعمل اللي تمسك يعني في البليتس وبتعملها اوبسونايزيشن، وبتؤدي ايه للدستراكشن بتاعها بالريتيكولو اندوثيليا سيستم. ناس تانية كانت قالت لا، ده الانتي بودز دي مش بتروح تمسك البليتلتس، ده بتروح ايه، بتروح اللي على الميجا كاريوسايت في البون مارو، بتعملها اوبسونايزيشن هناك، فده بينهبت الميجا كاريوسايت جروس والديفرنشي. مش كان عندنا يا جماعه اصلا في البون مارو هناك كان برضو انواع من الميكروفيجز، لكن لما اروح الانتي بودز تمسك فيها هناك هيحصل ايه ريموفال بالميكروفيج اللي موجوده في البون مارو، صح؟ وكان بيقول لك برضو ان الانتي بودز دي كمان لما بتمسك في الميجا كاريوسايت كانت بتنهبت الجروس بتاعها والديفرنشيشن والبليتلت ريليس بتاعها، كانت بتوقفها خالص يعني. تالت حاجه عندنا او تالت ثيوري قالها، قال لك انه ده الانتي بودز دي لما بتروح تمسك في الميجا كاريوسايت بتعمل ستيميوليشن لحاجه معينه يعني، او لبروسيس معين فيها بيؤدي للابوبتوزز، او اللي هو انتحار الخليه او السيل ديث يعني. جم ناس تانية قال لك لا، ده هو انا عندي اصلا مشكله في الثرومبوبويتين، ده الثرومبوبويتين قليل عشان كده ايه انا عندي عدد البليتس قليل. جم ناس بعد كده قال لك لا يا جماعه، ده حاجه اسمها ايه موليكولار ميميكري. يعني ايه دي يا جماعه؟ نفس فكره الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر اللي عارفين يا جماعه الاطفال الصغيرين اللي بيجي لهم التهاب اللوز اللي هو بالستريبتوكوكاي، خدناه قبل كده في الميكروبيولوجي. لما كان المفروض الانتي بودز بتتكون ضد الستريبتوكوكاي دي، كانت بتروح تضرب ايه صمامات القلب. ليه؟ لانه بيبقى فيه كروس لينكينج ما بين الانتيجنز بتاعت الستريبتوكوكاي وما بين ايه وما بين صمامات القلب. يعني الانتي بودز دي طالعه لايه؟ طالعه اصلا ستريبتوكوكاي، بس عن طريق الخطا راحت ضربت ايه صمامات القلب. هي نفس الفكره. في ناس هنا بيقولوا لك لا، ده هو الانتي بوديز دي اصلا كانت طالعه بسبب ان الشخص ده جاله انفكشن بقى باورجانيزم معين او باي حاجه يعني، فالانتي بوديز دي طلعت له، بس كان لسوء حظ هذا الشخص انه الانتيجنز اللي كان على الاورجانيزم دي كان في ما بينه وما بين البليتلتس كروس لينكينج. تمام. فبالتالي الانتي بوديز دي اللي كانت طالعه للاورجانيزم ده راحت ضربت البيس عن طريق الخطا ايه وكسرتها. جم ناس في الاخر خالص قال لك لا، ممكن يا جماعه ما يكونش الايه البي سيلز لها علاقه بالموضوع ده، ممكن اصلا تكون التي سيلز هي اللي راحت عملت لايسس للبليتلتس. المهم يقولوا اللي يقولوه الاكسبتد ثيوري اللي هو قالها الدكتور، قال فعلا انها الموست اكسبتد ثيوري، هي اول واحده انه انتي بوديز هي اللي بتطلع ضد البليتلتس نفسها لا ضد الميجا كاريوسايت، وما لناش دعوه خالص بالميجا كاريوسايتس.
فالانتي بودز دي اللي بتعمل اوبسونايزيشن للبليتلتس وبتؤدي للرموفال بتاعها باي الريتيكولو اندوثيليال سيستم. طب بالنسبه للباقي هي ثيوري يا جماعه، يعني محدش متاكد من الموضوع، بس لانه هم لما جم سحبوا عينه من البون مارو لقوا الميكا كيروسات ما فيهاش حاجه، فعشان كده هي طلعت اول واحده هي الموست اكسبتد ثيوري يعني. بينما لكن ممكن في يوم من الايام واحد تاني يثبت لنا حاجه من البين، الله اعلم يعني. تمام، عشان كده هي لحد دلوقتي اسمها ديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بربرا، يعني ثرومبوسايتوبينيا مجهوله السبب، احنا مش عارفين ايه بالظبط اللي عمل كده، او ايه اللي او ايه اللي دفع الاميون سيستم يروح يضرب ايه البليتلتس، زي اي اوتو اميون ديزيز يعني. تمام، بيقول لك بقى ان انا عندي ايه نوعين من الاوتو اميون ثرومبوسايتوبينيك بربرا دي. بيقول لك في الاكيوت وفي الكرونيك. الاكيوت ده يا جماعه بيقول لك مين اللي بيجي في الاطفال، وده غالبا بيكون بعد الفيرال انفكشن، عشان كده كانوا جابوا سيره الثيوري اللي احنا لسه قايلينها من شويه اللي هي المورد. ثالث حاجه انها بتكون سيلف ليميتد، يعني مثلا الاطفال دول بيقعدوا بعض الاسابيع او بعض الشهور، مثلا شهرين ولا حاجه، بعد كده ايه الثرومبوسايتوبينيا دي بتروح، يعني باجي بعد كده اعمل لهم سي بي سي، لا الاقي البليتس اتحسنت ورجعت لوضعها الطبيعي، مفيش اي مشاكل. تمام، في بقى الكرونيك. الكرونيك يا جماعه بتيجي في الادلتس، وبتيجي اكتر حاجه في الومن، وده طبعا احنا عارفينه لان اوتو اميون ديزيز مشهوره اكتر ايه في الفيميلز، صح؟ عشان كده طبيعي طبعا انه يكون الفيميلز اكتر من الميلز. وبيقول لك انها غالبا الكرونيك اميون ثرومبوسايتوبينيك بربرا دي بتكون اسوشيتد مع اذر اوتو اميون ديزيز، يعني مثلا عيان عنده سيستميك لوبس وفي نفس الوقت لقينا عنده ثرومبوسايتوبينيا وبسبب انه الانتي بوديز اللي بتضرب البليتلتس ممكن. وخلي بالك من كلمه ماي اوكر، يعني هم لقوا ناس بيبقى في اسوشيتد مع اذر اوتو اميون ديزيز، في ناس ما لقوش عندهم الموضوع ده. تمام، طبعا بيقول لك البروجنوزس فاريبل، يعني ايه؟ يعني هل الشخص ده هيحصل له مضاعفات، او هل هيخف او هل مش هيخف؟ ده طبعا يعني هم لقوا ناس كرونيك يعني بيقعد معاهم فتره طويله بعد كده بيروح وبتحسن على البليتلتس، لقوا ناس لا بتكمل في الموضوع ده والثرومبوسايتوبينيا دي بتبقى مور سيفير، لقوا ناس انه حسب انا معايا مثلا سيستميك لوبس ولا انا مثلا معايا حاجه تانية، مثلا اي اوتو امين ديزيز تاني غير سيستميك لوبس، فده ممكن يبقى البروجنوز بتاعه افضل مثلا من مع سيستميك لوبس وكده يعني. فعشان كده كتب لك البروجنوز فاريبل، ما هماش قادرين يقولوا لك ايه حاجه معينه فيه. طيب نشوف بقى الدياجنوز بتاع الاي تي بي. بص يا جماعه الدياجنوز بتاع الاي تي بي هو دياجنوز اوف اكسكلوجن. يعني ايه اوف اكسكلوجن؟ يعني لازم اعمل اكسكلوجن لكل الاسباب الاخرى بتاعت الثرومبوسايتوبينيا، يعني اجي كده مع نفسي لقيت ان عندي عنده ثرومبوسايتوبينيا، لازم استبعد كل الاسباب الاخرى تعمله ثرومبوسايتوبينيا قبل ما اقول انه ده عباره عن اوتو اميون. تمام، عشان كده بص الدكتور بيقول لنا ايه، بيقول لك ان انا اسال العين كويس قوي في الهيستوري، واحاول اساله ان السيت ده حصل معاك ازاي، امتى تاخد ادويه، ايه جالك انفكشن قريب ولا لا، جالك مش عارف حصلك ايه وما حصلكش ايه، وارتب كده كل حاجات بتعمل ثرومبوسايتوبينيا كده في دماغي، هل عندك انلارج ليمف نودز ولا حاجه، اقعد ادور. تمام، وبعدين الدكتور بيقول لك ان انا في الفيزيكال اكزامينيشن لازم يبقى العين نورمال مفيش فيه اي حاجه ما عدا بس ان انا الاقي الاعراض بتاعت الثرومبوسايتوبينيا. ايه هي الاعراض بتاعت الثرومبوسايتوبينيا يا جماعه؟ اللي هي السوبرفيشال بليدنج، اللي هو كان سكين بليدنج البربرا والبيتيكي والاكوموزز، وكان عباره عن الميكوزال بليدنج، لكن ما لاقيش معاه اي حاجه تانية. يعني مثلا العيان ده ما لاقيش معاه انلارج ليمف نودز زي ما قلت لكم، ما لاقيش معاه مثلا بورتال هايبرتنشن ولا حاجه، وبعدين عمل له سبلينوميجالي فحصل عنده هايبر سبلينيزم، فاصلا بيت بتتكسر بسبب السبلين، انا مش واخد بالي، يمكن عيني يكون عنده ليفر ديزيز وهو مش عارف. فاهمين؟ يعني لازم استبعد كل الاسباب الايه الثانيه، وما يكونش معاه اي حاجه تانية بس غير السوبرفيشال بليدنج. في هنا بقى نوت مهم قوي الدكتور بيقولها لنا، بيقول لك ان الانلارجمنت بتاع الليفر والسبلين والليمف نود بيخليك تتوقع تشخيص تاني غير الاوتو اميون ثرومبوسايتوبينيك بربرا. زي ما قلت لكم يا جماعه لو العيان عنده ليمف نودز انلارجد، مش دي ممكن تكون مثلا ليمفوما وراحت عملت مثلا انفلتريشن للبون مارو، زي مثلا ستيج فور ليمفوما، فلما عملت انفلتريشن للبون مارو عملت سبريشن للميجا كاريوسايت، فراحت ايه عندي عدد البيت ناقص، صح؟ في حالات برضو يا جماعه الليفر ديزيز، لو العيان لسه قايل لكم المثال من شويه، لو عنده بطل هايبرتنشن ولا حاجه والسبلين اساسا هو اللي بيكسر، او لو عنده سبلينوميجالي، السبلين انشدرايم هو اصلا يمكن عنده هايبر سبلينيزم ولا حاجه، فالدكتور بيأكد علينا ان العيان بتاع الاي تي بي لازم يكون عنده بس السيمتومز والساين بتاعه السوبرفيشال بليدنج،
بس لو كان عنده انلارجمنت للليفر والسبلين والليمف نودز، ده تخليك اكتر ان انت تروح او تودي دماغك اكتر ناحيه ايه، انه يكون في سبب تاني. طبعا بتروح تدور على الاسباب التانيه بقى، اسباب انه ليه الليفر، ممكن تبعته بتوع الهيباتولوجي او تشوف يعني الدنيا ايه عامله ايه، ولو اتقفلت الدنيا في وشكوا خالص يعني خالص 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 يعني ممكن ايه تبقى ترجع تقول هو والله ممكن يكون اوتو اميون ثرومبوسايتوبينك بيربرا يعني. تمام، نيجي بقى للانفستيجيشنز. قلنا بنعمل سي بي سي، بلاقي ايزوليتد ثرومبوسايتوبينيا. ايزوليتد ثرومبوسايتوبينيا دي يا جماعه يعني ما لاقيش عندي مثلا اللوكيميا، ما لاقيش عندي اي حاجه تانية، الاقي عندي بس هي ثرومبوسايتوبينيا. بيقول لك مقبول ان انت تشوف يعني مايلد ديجري اوف ايرن ديفيشنسي انيميا. ليه؟ لانهم يا جماعه مش الثرومبوسايتوبينيا دي هتعمل سوبرفيشال بليدنج، والكرونيك بلاد لوس ده كان بيؤدي في الاخر الى ايرن ديفيشنسي انيميا. قال لك ممكن تلاقي مع العيان ده مايلد ايرن ديفيشنسي انيميا، مش مشكله برضه، ممكن اعتبره ايه اوتو اميون ثرومبوسايتوبينك بربرا. لكن الدكتور كان قال يا جماعه لو انا لقيت معاه ايرن ديفيشنسي انيميا سيفير قوي ومش متفسره، فانا غالبا مش بقول ان الشخص ده عنده اوتو اميون ثرومبوسايتوبينك بربرا، غالبا ده بيكون حاجه تانية او سبب تاني، فببدا ادور ايه في حاجات تانية. تمام، بعمل سيرولوجي اتش اي في، هيباتيتس سي وهيباتيتس بي. لو فاكرين ده كنا قلناه ايه، انه بعض كنا قلناه كده في الاول يا جماعه، انه بعض الانفكشنز زي الاتش اي في وبعض الفيروس هيباتيتس بي وهيباتيتس سي بيبقى يطلع انتي بودز تضرب البليتلتس. تمام، فده مش معناها ان اوتو اميون ثرومبوسايتومينيك بربرا، لا، ده الانتي بودز دي اصلا كانت طالعه ان اسوشيشن ويز الانفكشنز دي. اعمل بقى الاوتو اميون انفستيجيشنز، اعمل انفستيجيشنز بتاعت الاي سيستميك لوبس، الانتي نيوكلير انتي بوديز، الانتي دبل ستراندد انتي بوديز، عشان اشوف هل يمكن عنده مثلا عنده سيستميك لوبس وبالتالي راح ضرب البليتلتس، فبالتالي انا ان شاء الله لو اديته العلاج بتاع السيستميك لوبس الدنيا هتتحسن ولا ايه. لو جينا يا جماعه البون مارو اكزامينيشن، إيه زي ما قلنا لانه انفيسيف تكنيك، فاحنا ما بنحبش قوي نستخدمه في كل الحالات، بيقول لك بنستخدمه في حالتين بس. اول حاجه لو كان العين ده كبير في السن، تاني حاجه لو كان العين ده عنده سبلينوميجالي او هيباتوميجالي او ليمف ادينوباثي. ليه ليمف ادينوباثي؟ قلنا يا جماعه انه مثلا زي في الليمفوما ستيج 4، إيه لو هيحصل عندي انفلتريشن للبون مارو فيحصل اي سبريشن للميجا كاريوسايتس، فانا في حالات الليمف ادينوباثي دي بسحب او ببقى اشوف البون مارو بلاقي فيه ايه الميجا كاريوسايتس، إيه حصل لها يعني عددها قليل، والاقي ايه والاقي الليمفوسايتس دي موجوده ايه في البون مارو كده مرشقه في كل حته، فده معناها ان انا ايه ان انا والله ده عدد البليتس عندي قليل بسبب انه حصل انفلتريشن بالليمفوسايتس بسبب الليمفوما. إيه طيب انا مثلا سحبت عينه وما لقيتش فيه انفلتريشن ولا حاجه، فانا ايه ده، لا ده لسه ما حصلش في الفلتريشن ولا حاجه، فمعناها انه ايه انه والله المشكله ممكن ما تكونش في الميجا كاريوسايتس، ده الميجا كاريوسايتس بريئه من الموضوع او البون مارو بريء من الموضوع، ده فعلا انا ممكن يكون عندي اوتو انتي بوديز بتضرب البليتلتس عشان كده هي البليتلتس قليله في الدم. ونفس الوضع بالنسبه للهيباتوميجالي، انا مش ملاقي اي سبب يفسر لي ليه ممكن الليفر مثلا يكون كبير كده، مش ممكن مثلا يكون عندي هيباتوسيلر كارسينوما مثلا عملت انفلتريشن للبون مارو، مش ممكن يكون عندي اي سبب تاني. ده طبعا بتوع الهيباتولوجي هم اللي بيقيموا الموضوع ده، وانا اصلا ببعت العين بتاع هيباتولوجي يعني مش انا اللي بتصرف معاه، بس ايه نبقى عارفين الكلام ده يعني. طيب يا جماعه الدكتور جايب لنا صوره البربرا والبيتيكي، لو شايفين الصغيره قوي دي اللي احنا مش شايفينها دي عباره عن البيتيكي. البربرا يا جماعه الاكبر شويه لو شفتوا فاكرين ان هي بتبقى سموث كده زي ما قلت لكم، بتبقى ريجولار اوت لاينز ولا بتبقى فلات، بتبقى بربر ان كلر، وبتبقى ايه دازنت فيت فايبريشن، يعني لو ضغطت عليها بتبقى ايه نون بلانشينج، نون بلانشينج لو فاكرين. طيب الايكوموتيك باتشز بقى زي ما قلت لكم بتبقى اكبر وبتبقى الريجولار، الريجولار شفت يا جماعه تحس ان انت ايه مش قادر ان انت تحددها كده، بتبقى عامله زي الجيوغرافيك باتشز كده. ده طبعا بيوريك سب كونجكتيفال هيموريج، ده بيبقى احد الايه السوبرفيشال بليدنج ساينس برضه. طيب نيجي بقى يا جماعه للتريتمنت. التريتمنت بتاعي عندي الفيرست لاين والسكند لاين. تمام، فيرست لاين ان انا ادي كورتيكوستيرويدز، مش ده اوتو اميون ايه، فندي حاجه بقى معروف ان الاوتو اميون ديزيز بندي كورتيكوستيرويد ممكن انا استخدمها. بيقول لك عاده هو ده اللي بنبدا بيه وبنديه اورال برتنيزون، وبيبقى الدوز بتاعته من 1 لـ2 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم، يعني مثلا لو عايز مثلا 70 كيلو نفترض يعني، فهديه من 70 لـ140 ايه مللي جرام في اليوم. تمام، او يعني يستخدم ده يستخدم ده. الحل الثاني ان اديله انترافينوس اميونوجلوبولينز، ودي بستخدمها غالبا في الاطفال. الاميونوجلوبولينز دي يا جماعه بتعمل ايه؟ بتروح تعمل نيوتراليزيشن للانتي بودز اللي متكونه ضد البليتلتس، ودي بحبوا يستخدموها في الاطفال. ليه؟ لان الاطفال بيبقى السيرفيس اريا بتاعت جسمهم صغيره شويه، فبقدر ان انا كميه الاميونوجلوبولينز اديتها دي تغطي الدنيا. في الادلت لانه بيبقى طبعا السيرفيس اريا بتاعهم اكبر، يعني بيبقوا انهم طوال وزنهم اكتر،
فبالتالي الاميونوجلوبولينز اللي بديها دي للاسف ما بتقدرش تغطي كل السيرفيس اريا بتاعه البادي، فما بتكونش افكتيف قوي يعني. عشان كده كاتب لكم ايه نستخدم في الاطفال. تمام، فشل الفيرست لاين لاي سبب، حصل فيه فيلير او حصل ان العيان حصل له ديبندنت على الاستيرويدز، فانا لازم ايه اوقف الفيرست لاين بقى ابدا ادخل للسكند لاين. السكند لاين يا جماعه عندي حاجتين، اما سيرجيكال واما ميديكال. تمام، السيرجيكال احنا قلنا بتتكسر البليتلتس مين لفين؟ في الريتيكولو اندوثيليال سيستم، اكتر واحد فيهم هو السبلين، وقلنا اللي احنا نعرف نشيله هو السبلين، عشان كده ممكن اعمل سبلينكتو. وبالتالي حتى لو اتكونت انتي بودز ضد البليتلتس بس هي مش هتتكسر، يعني مش هيحصل عندي ثرومبوسايتوبينيا، صح؟ طيب في بقى الميديكال تريتمنت، في الابروفد ونون ابروفد. الابروفد اللي هم يعني بيشجعوا في استخدامه، النون ابروفد يعني انت ممكن تجربه، ممكن ينفع ممكن ما ينفعش. يعني الابروفد ميديكال تريتمنت يا جماعه ان انا ادي ثرومبوبويتر ريسبتور اجونست، ده يا جماعه عباره عن بعض الادويه لما بنديها بتروح تشتغل شغل الثرومبوبويتين، انها بتروح تمسك على في الريسبتورز بتاعت الميجا كاريوسايتس والميجا كاريوبلاست وتخليهم ايه ينتجوا لي البليتلتس، يعني بتحفز يعني في انتاج ايه البليتلتس، كأن يعني بيبقى عندي ثرومبوبويتين في جسمي، ده انا كمان ايه بساعد برضه من بره بايه بدواء شبه الايه ثرومبوبويتين زي الرومي بلاستين والالثرومبوباج. عندي بقى نون ابروفد سكند لاين ان انا ادي اميونو سبريسيف دراجز، مش ده اوتو اميون ديزيز، ممكن ادي ايه اميونو سبريسيف دراجز، بدي ايه ممكن ادي سايكلوسبورين، الازاثوبرين، المايكوفينوليت موفيتايل، ممكن ادي ايه روتكسيماب. تمام يا جماعه، ندخل يا دكاترة على الكواليتيف بليتلت ديس اوردرز. وزي ما قلنا ان هي كان الدكتور بيقسمها عندنا الهيرديتري واكوير ديس اوردرز. الهيرديتري كانت ثلاثة ديزيز، الجلانزمان ديزيز والبرنارد سولير سيندروم والستورج بول ديزيز، بينما الاكوير كانت ايه دراجز وبعض الميديكال سيتويشنز. ندخل على اول حاجه اللي هي الهيرديتري ديس اوردرز. اول واحد عندنا كان عباره عن الجلانزمان ديزيز. ايه ده يا جماعه؟ ده احنا قلنا ان هو كان عباره بيحصل عندي ايه ديفكت في الجلايكوبروتين 2 بي 3 ايه اللي هو بتاع ايه بتاع الاجريجيشن، ده عباره عن بيقول لك كارير اوتوزومال ريسيسيف جينيتك ديس اوردر، ايه بيؤدي الى فيه ان يكون في ديفكت في الجلايكوبروتين 2 بي 3 ايه. تمام، اوتوزومال ريسيسيف يا جماعه يعني لازم الشخص اللي يظهر عليه المرض يكون عنده التو جينز او التو كروموزومز اللي حاملين للجين بتاع المرض ده، يكونوا هما الاثنين فيهم ديفكت. باثولوجي زي ما قلنا انه بيحصل عندي فيلير في الاجريجيشن بتاع البليتلتس عشان عندي ايه ديفكت في الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي. تمام، طيب احنا يا جماعه المرض ده بيكتشفوه امتى؟ المرض ده يا جماعه غالبا بيكتشفوه في النيونيتال بيريود وغالبا افتر السيركمسيجن، يعني بعد عمليات الطهاره في الولاد الصغيرين، نتيجه انه بيحصل عندهم بليدنج والبليدنج ده ما بيوقفش، فبيبداوا بقى الدكاتره يدوروا على الموضوع ده، فبيكتشفوا انه ايه ان الشخص ده عنده جيناتيك ديزيز او عنده جلانزماس ديزيز. عشان يا جماعه في بعض الهيريديتري ديس اوردرز ما بنكتشفهاش لما الشخص يكبر، اللي هي لانه ما تحطش في موقف قوي ان هو يخليه يكتشفه يعني، بينما الحاجه دي عشان ليها علاقه يعني بالبليدنج وكده، فكانوا دايما بيكتشفوها في فتره النيونيتال بيريد وغالبا في الولاد، عشان ايه؟ عشان عمليات السيركمسيجن دي. نيجي بقى الساينز والسيمتومز، زي مش مكتوب عندنا بس زي ما احنا عارفين هي ايه سوبرفيشال بليدنج، فهي عندنا ميوكوكوتونيوس بليدنج عادي في السكين، بيتيكي وبربرا وايكيموزز وميوكوكوتونيوس بليدنج، ايبستاكسيس، جانجوال بليدنج، او عندنا هيفي منسترال بليدنج، او يكون عندنا ايه ايزي بروزنج زي ما احنا قلنا نفس الرص. نيجي على الدياجنوزز، احنا قلنا يا جماعه ازاي بنعمل ايفالويشن للبليتلتس ديس اوردرز، قلنا ممكن نعمل بليتلتس كاونت، ممكن نعمل بليتلتس مورفولوجي، ممكن نعمل بليدنج تايم، ممكن نعمل بليتلتس فانكشن تيست اللي هي كانت عباره عن ايه اجليستوسيتين والاي دي بي والشله بتاعته، صح؟ طيب ده عباره يا جماعه عن كان ايه كواليتاتيف بليتلت ديس اوردر، معناه البليتلتس كاونت المفروض يكون ايه المفروض يكون نورمال، بس انا يا جماعه لقيت في بعض المصادر بيقول لك انه ممكن في بعض الناس يكون زايد. ليه يكون زايد؟ حاجه بسيطه ليه يعني، اصل اللي بيقول لك الميجا كاريوسايت بتحاول انها تنتج كميه اكبر من البليتلتس، ظنا منها يعني انها لو كترت الكميه فيها تتغلب يعني على موضوع البليدنج، فاحنا قلنا في عندنا ديفكت في 2 بي 3 اي، فهي بقى البليتلتس ما بتفهمش الكلام ده، هي تقوم جايه بس مزوده عدد البليتلتس ظنا منها انه البليتلتس او بيحصل عندي بليدنج في الجسم نتيجه ان عدد البليتلتس ده انا ناقص، فتقوم جايه ايه مزوده العدد بتاعها، بس غالبا في معظم الحالات بيبقى نورمال يعني. بينما بالنسبه للمورفولوجي بيبقى نورمال عادي جدا لو بصينا تحت الميكروسكوب، البليدنج تايم طبعا السوبرفيشال بليدنج فاكيد يعني هيبقى ايه برولونج. بالنسبه بقى للبليتلس فانكشن تيست دي احنا المفروض قلناها انه في الجلانزمان ديزيز ريستوسيتين بيعمل ايه، بيبقى ايه يا جماعه؟ بيبقى نورمال، غالبا بيبقى نورمال. وقلنا عشان بعض المعامل بتبقى
دقة القياسات عندها يعني في عملية الاجريجيشن، احنا قلنا الاجريجيشن مينلي بيحصل بالجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، ولكن قلنا ممكن يشارك عندي الفون فولبران فاكتور مع الجلايكوبروتين 1 بي في عملية الاجريجيشن. فعشان كده بيقول لك ان بوست الستين بيبقى نورمال، لكن زي ما قلت لكم ايه، لو حتى لو طلع ديكريزد فاعرفوا ان هو بتبقى دقة قياسات بعض المعامل بس لا اكثر، بس معظم الحالات يعني يا جماعة بيبقى نورمال يعني. بينما لو جيت عملت الاي دي بي وهو ده بقى اللي ايه اللي بشخص بيه الجلانزماس ديزيز، بلاقيه بقى ليه ديكريز، بيحصل عندي ايه ديكريز الاجريجيشن، سواء بقى الاي دي بي، الابينفرين، الكولاجين، البروستاجلاندز، مش هتفرق يعني. تمام، ندخل بقى على الديزيز اللي بعده يا جماعه، وهو البرنارد سولير سيندروم، وده احنا برضو قلنا ده بيكون عندي ايه، ده برضو بيكون اوتوزومال ريسيسيف جيناتيك ديس اوردر، وقلنا بيكون عندي المشكله في الجلايكوبروتين 1 بي اللي كان بتاع ايه بتاع الادهيجن اللي بيمسك في الفون فولبرام فاكتور. تمام، والباثولوجي بتاعه زي ما قلنا انه الديفكت في الجلايكوبروتين 1 بي ده ما بيعمل عندي ديفكت في ان البليتس ما بتعرفش تمسك في الفون فولبرام فاكتور. تمام، الساين والسيمتومز يا جماعه هي نفس اللي احنا نفس الرصه بتاعه الايه الميكوكوتينوس بليننج، مش هنعيدها تاني، اللي هي بتاعه السكن والميوكوس ميمبرينز. طيب نيجي بقى للدايجنوزز، الدايجنوزز بتاع البرنارد سولير سيندروم برضه هنمشي بنفس الترتيب اللي هو البليتلت كاونت، مورفولوجي، بليدنج تايم، والبليتلت فانكشن تيستس اللي هي عندنا ايه الريستوسيتين والشله الثانيه. طبعا في البرنارد سولير سيندروم لو فاكرين يا جماعه كان ايه، كان هو عباره عن كواليتاتيف بليتلت ديس اوردر مينلي، بس كان ممكن يجي لي ايه، يجي لي في صوره برضه كوانتيتيف يعني مشكله في الايه في الكاونت بتاع البليتلتس. عشان كده بيقول لك في بعض الحالات بتلاقيها نورمال وفي بعض الحالات ممكن تلاقيها ايه معاها ثرومبوسايتوبينيا. المورفولوجي بقى بيقول لك يا جماعه ان البليتلتس بيبقى لارج في البرنارد سولير سيندروم، البليدنج تايم عشان انا عندي طبعا سوبرفيشال بليدنج فاكيد يعني بيبقى برولونج. البليتلت فانكشن تيست يا جماعه انا عندي مشكله في الجلايكوبروتين 1 بي فمعناه ايه مش هيعرف يمسك في الفولبرام فاكتور، ودي اصلا كانت ايه وظيفه الريستوسيتين او ده اللي كان بيعمله، فعشان كده هلاقيه ايه هلاقيه ديكريزد او ان مش هيحصل عندي اجلوتينيشن للبليتلتس. تمام، بينما عندي لو ضفت الاي دي بي هلاقي عادي يا جماعه الجلايكوبروتين 2 بي ما فيهوش 2 بي 3 اي ما فيهوش حاجه، فبالتالي ايه عادي البليتلتس هتاجريجيت مع بعض عادي جدا، فعشان كده ايه هلاقيه نورمال. عشان كده يا جماعه الفيصل ما بين التو سيندرومز اللي احنا لسه قايلينهم دول هو الحته دي، ان انا بعمل مره بالريسوسيتين ومره بالاي دي بي والشله بتاعته. ممكن برضو مع البرنارد سولير سيندروم الاقي والله الفليتلت كاونت ممكن يكون مع الشخص ده ثرومبوسايتوبينيا، بس برضو ممكن نقول يكون معاه نورمال. ممكن الاقي البليتلس لارج بس ممكن برضه ما الاقيهاش قوي، لانه زي ما قلت لكم البرنارد سولير سيندروم هو مينلي كواليتاتيف ديس اوردر، فبيكون مشكله اساسيه في الفانكشن بتاعه البليتلس. تالت سيندروم عندنا يا جماعه من ستورج بول ديزيز، ليه علاقه بالستورج بالحاجات اللي استورد جوه البليتلس اللي هي يا جماعه يعني الجرانيولز. الستورد بول ديزيز يا جماعه ده ديزيز كبير جدا تحته سيندرومز كتير، يعني سواء بقى كان الديفيشنسي عندي في الالفا جرانيولز او في الدلتا جرانيولز او في ممكن في اللامدا جرانيولز حسب اللي احنا علينا. ولو الدكتور اتكلم عنه هو واحد اسمه جراي بليتلت سيندروم. جراي بليتلت سيندروم ده يا جماعه البليتلتس بتبقى لارج ما بيبقاش فيها الفا جرانيولز، يعني بيبقى فيه ديفكتيف في الالفا جرانيولز، والالفا جرانيولز دي كانت مهمه كان فيها الفون فولبرام فاكتور والفايبرينوجين والبليتلت فاكتور 4 اللي هو الهيبرين انتاجونست، وكان فيها ايه تاني البليتلت درايف جروس فاكتور. وعلى فكره يا جماعه في حاجات تانية غير اللي احنا قلناها، احنا قلنا بس الدكتور كان قايلهم في المحاضره احنا ما يعني، بس فيها حاجات اكتر من كده كتير مهمه للفانكشن بتاعت البليتلت. ففي السندروم ده او في الجري بليتلت سندروم اللي هو جزء من الستورج بول ديزيز بيبقى عندي ما فيش الفا جرانيولز، بتبقى البليتلت لارج، وكمان لو جيت بصيت عليها يا جماعه تحت الميكروسكوب هلاقيها كبيره والاقيها لونها جري، لونها رمادي كده، فمن هنا شخص ايه الجري بليتلت سندروم. تمام، بس ده كنا محتاجين نعرفه عنه. ندخل بقى في الاكوير ديس اوردرز. الاكوير ديس اوردرز يا جماعه اول حاجه عندي مجموعه دراجز ومجموعه ميديكال سيتويشن. اول واحد في الدراجز دي كان الاسبرين، ولو فاكرين احنا الرسمه اللي احنا شفناها قبل كده في الريفيجن اللي هي ايه تصنيع البروستاجلاندنز، قلنا ان احنا بنستخدم الفوسفوليبيدز بالفوسفولايباز بكسرها الاراكيدونيك اسيد، والاراكيدونيك اسيد ده كان بيشتغل عليه انزيمين الكوكس واللوكس اللي هو السايكل اوكسجينيز، ده كنا بنحوله لانواع كتير قوي من البروستاجلاندنز. الاسبرين ده يا جماعه بيجي يعمل ايه، بيجي يوقف السايكل اوكسجينيز ده، بيجي يعمل له انهيبيشن وبيمسك فيه الريفرسبل يعني بيمسكه ما بيسيبوش خالص. طيب فلما بوقف السايكل اوكسجينيز فانا بوقف السكه دي كلها، فبوقف تصنيع ايه ثرومبوكسان اي 2 فبقلل البليتلتس اجريجيشن. تاني حاجه ان الثرومبوكسان اي 2 ده كان بيروح يعمل ايه انهيبيشن للادينايل سايكليز،
لما بيعمل له انهيبيشن ايه، بيقلل السايكليك اي ام بي، وبالتالي بقدر ايه ان انا فكنت بزود الكالسيوم، فكان ده بيساعدني على الريليس. لكن لما انا اعمل له انهيبيشن واوقفه مش هيصنع ايه الثرومبوكسان اي 2، وبالتالي السايكلو اوكسجينيس هيشتغل عادي وهيزود السايكليك اي ام بي وايه، وهيقلل دخول الكالسيوم اللي كان اصلا بيقلل ايه، لما قلل دخول الكالسيوم هيقلل الريليس عشان الاكزوسايتوزس كان محتاج كالسيوم، فبالتالي هقلل خروج الدنس جرانيولز اللي كان فيها الايه الاي دي بي، فبالتالي مش هيحصل عندي ايه بليتلس اجريجيشن. تمام. فبيقول لك ان هو هنا بيقلل السايكل اوكسجينيز، فبيقلل تصنيع البروست او الثرومبوكسان اي 2، وبالتالي بيقلل الريليس والاجريجيشن مع الاي دي بي. ايه، وبيقول لك انه بيمسك ايه الريفرسبل. طب يا جماعه، بيقول لك ان انا لو اديت سنجل دوز من الاسبرين الديفكت بتاعه بيفضل من 7 ل 10 ايام. يعني ايه؟ يعني الحل الوحيد عشان البليتلس ترجع انها تعرف تعمل الوظيفه بتاعتها تاني، لازم انه السايكل اوكسجينيز ده يتحرر، او ان انا ايه، احنا قلنا مش هيتحرر. ليه؟ لانه الدراج ده والاسبرين بيمسك ايه الريفرسبل. فكان الحل الوحيد ان انا اعمل ايه، ان انا اصنع بليتلتس جديده. ليه؟ لاني مش عارف اصنع انزيم جديد، لانه البليتلتس اصلا ما فيهاش دي ان ايه، فمش تعرف انها تصنع انزيمات جديده. فبالتالي الحل الوحيد ان انا اصنع بليتلتس جديده. فالحل الوحيد ان انا استنى انه اللايف سبان بتاع البليتلتس يخلص وتتكسر واصنع بليتلتس جديده. عشان كده السنجل دوز من الاسبرين بتقعد من 7 ل 10 ايام، وده نفس اللايف سبان بتاع البليتلتس، كان بتقعد برضو من اسبوع ل 10 ايام بعدين تتكسر. ليه؟ لانه الاسبرين بيمسك ايه الريفرسبل ليه للسايكل اوكسجينيس انزايم. فالحل ان انا ايه اصنع بليتلتس جديده. تمام، خلصنا الاسبرين. ندخل بقى على الدواء التاني واسمه الدايبريدامول. الدايبريدامول ده يا جماعه ايه، عباره عن ايه، فوسفودايستريز انهيبيتور، يعني بيوقف الفوسفودايستريز. فكان بيزود السايكليك اي ام بي جوه الخليه. السايكليك اي ام بي جوه الخليه، سواء يا جماعه مش في السكه دي، وفي سكك تانية بيقدر ان هو يمشي فيها، فايه فكان بيقلل الفانكشن بتاع ايه البليتلس، وبيقلل البليتلس ريليس، وبالتالي بيقلل الاجريجيشن. فعشان كده انا لما كنت بوقف الفوسفودايستريز وكنت بزود السايكليك اي ام بي، كان بيروح يسلك سكك تانية اقوى من السكه دي، فانه ايه يقدر بيها يقلل خروج الاي دي بي من البليتلتس، وبالتالي ايه يقلل البليتلتس اجريجيشن. طبعا احنا مش هندخل قوي في تفاصيل الفارماكولوجي دي المعقده دي ايه، فاحنا ايه نعرف بس انه كل ما زاد السايكليك اي ام بي بتزيد ايه، بيطفش البليتلتس، بيقلل البليتلتس اجريجيشن. بس ده كل اللي نعرفه عن الدايبريدامول، مش عايزين نعرف عنه اكتر من كده. تالت دواء عندي اسمه الكلوبيدوجريل. الكلوبيدوجريل ده يا جماعه بيحبوا يستخدموه قوي في الكارديوفاسكولار ديزيزز. يعني ليه؟ لو فاكرين يا جماعه دي رسمه البليتلتس، كان قلنا عشان يحصل اكتيفيشن للجلايكوبروتين 2 بي 3 اي كنت محتاج للاي دي بي. بصراحه هو الاي دي بي ده يا جماعه اصلا بيروح يمسك في ريسبتور تاني على سطح البليتلتس اسمه بي 2 واي 12. مين ده؟ ده عباره عن ريسبتور كده بيبقى جنب الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، بيبقى موجود هنا كده، بيمسك فيه الاي دي بي. فبعد ما بيمسك فيه الاي دي بي، الريسبتور ده نفسه بيروح يعمل اكتيفيشن للجلايكوبروتين 2 بي 3 اي. تمام، الكلوبيدوجريل ده يا جماعه بيروح يمسك في البي 2 واي 12، فبالتالي بيمنع انه الاي دي بي يمسك، فبالتالي ايه بيقلل الاكتيفيشن او بيمنع الاكتيفيشن بتاع جلايكوبروتين 2 بي 3 اي، وبالتالي بيمنع البليتلتس اجريجيشن. وبيحبوا قوي يستخدموه بتوع الكارديو فاسكولار، بالذات لو في عمليات اللي هو تركيب قسطره الشرايين التاجيه، او في عمليات الانجيوبلاستي. الانجيوبلاستي دي ناس يا جماعه اللي بيكون عندهم تصلب في الشرايين، فبالتالي بيبقى عندهم البلاد فيسل كده ضيق، بيدخلوا كده بقسطره وبالونه كده يقوموا جايين نفخينها، فيقوموا ايه زقين الكوليسترول بليكس دي كده على جنب، بحيث ايه ان البلاد فيسل يرجع يوسع تاني. طبعا لو باخدين بالكم يا جماعه الحاجات دي كلها صناعيه، فبالتالي ايه هي فورين بوديز، ممكن تؤدي الى انه يتكون ثرومبوزس في الجسم او ثرومبوزس في البلاد فيسلز دي. غير كده يا جماعه ان انا كده غطيت الاندوثيليوم، والاندوثيليوم كان بيطلع بروستاسايكل ما عادش هيطلعه، فالبليتس بقى تقعد بقى يعني تلعب وترطع بقى زي ما هي عايزه، فكان لازم ايه نمنع الاجريجيشن بتاعها. عشان كده بيحبوا يدوا قوي الكلوبيدوجريل. الكلوبيدوجريل ده لقوا ان هو يعني الوظيفه بتاعته احسن من الاسبرين بكتير، فبالتالي ايه بيحبوا قوي بتوع الكارديو فاسكولار. نعرف بس ان هو بيقلل البايندنج بتاع الاي دي بي لايه، للبي 2 واي 12 ريسبتور ده اللي كان مسؤول عن الاكتيفيشن بتاع جلايكوبروتين 2 بي 3 اي، وبيستخدم في عمليات او يعني بيستخدموه مع الناس اللي بيعملوا قسطره في الشرايين التاجيه، او مع عمليات ايه الانجيوبلاستي. تمام، نيجي بقى الميديكال سيتويشنز اللي عندنا. عندنا ثلاثه ميديكال سيتويشنز. اول حاجه الهايبر جلوبولينيميا. الجلوبولينز يا جماعه كانت احدى البلازما بروتينز، فلو زادت لاي سبب من الاسباب يعني بدون الدخول في تفاصيل، ده بيؤدي ايه الى زياده الفسكوستي بتاعه البلاد،
ولما بتزيد الفيسكوستي بتاعت البلد ده بيخلي البليتلتس ما تقدرش تقوم بالوظيفه بتاعتها. ليه؟ لانها عشان تعمل ريليس وعشان يحصل لها اكتيفيشن بيبقى فيه زي انها كانت مش عارفه تتحرك في الدم، او حتى المواد اللي بتعملها الريليس دي المواد نفسها مش قادره انها تتحرك في الدم مثلا عشان تروح تنادي البليتلتس التانيين، فبالتالي فانكشن بتاعتها نفسها ايه بتتاثر. في مرض تاني اسمه المايلو بلوريفيراتيف ديس اوردرز، ده يا جماعه محاضره لوحدها والدكتوره هتكلمكم عنه بالتفصيل ايه تاثيره على الثرومبوسايتس، فايه هسيبكم ان شاء الله لما تذاكروا ان شاء الله تعرفوه. اليوريميا دي اتكلمنا عنها كتير وقلنا انه اليوريميا دي بتعمل امبيرمنت للفانكشن بتاع جلايكوبروتين 2 بي 3 ايه، وهي كمان نفسها بتعمل توكسيسيتي للايه للبليتلتس. واصلا يا جماعه في حته الرينال فيلر احنا بنخاف قوي من اليوريميا، لان اليوريا الكتير قوي في الدم دي بتروح تعمل توكسيسيتي لحاجات كتير قوي في الجسم غير البليتلتس، بتروح تعمل البلاد فيسلز وكلامنا عنها برضه المحاضره اللي فاتت، بتروح تعمل حاجات كتير قوي في الجسم عشان كده ايه من ضمنها البليتلتس. يعني اخر ديزيز هنتكلم عنه النهارده يا دكاتره هو الفون فيلبران ديزيز. انا عارفه انه احنا ايه المحاضره دي تقيله بس نحاول ايه نستحمل مع بعض وان شاء الله ايه هو جزء صغنن باذن الله. الفون فيلبران ديزيز يا جماعه فزي من اسمه معناه انه ليه علاقه بالفون فيلبران فاكتور. الفون فيلبران فاكتور ده يا جماعه ليه حتتين، اول حته اللي هو شايل فاكتور 8 والحته الثانيه ان هو بيساعد في البليتلتس ادهيجن، عشان كده بيقول لك ان هو بيشيل فاكتور 8. فاكتور 8 ده اللي هو كان بيساعد يعني في الكواجوليشن باث واي. تاني حاجه انه مهم في البليتلتس فانكشن عن طريق يعني ان هو ايه بيساعد في البليتلتس ادهيجن، انه بيمسك البليتلتس ايه بالكولاجين فايبرز. حلو، فقال لك ان الفون فيلبران فاكتور ده مهم في البليدنج باث واي انتجريتي اللي هو يعني في الكواجوليشن باث واي، وكان مهم ايه في الفانكشن بتاعت البليتلتس. جميل جميل، تعالوا بقى نعرف قصة الفون فيلبران ديزيز، وده قصة ممتعة قوي بصراحة. بيقول لك كان في فنلندا كان في بنوتة، البنوتة دي يا جماعة كانت عندها بليدنج او بتشتكي يعني من بليدنج ديس اوردر، فراحت للعالم إيريك فون فيلبران وده كان عالم فنلندي. حلو، لما راحوا له بقى يا جماعة البنوتة دي لما جه يشوف عيلتها لقى انه في 66 واحد من عيلتها عندهم نفس المرض، 66 واحد من عيلتها، فدي حاجه ايه دوميننت، دي حاجه منتشره قوي في العيله. فساعتها يا جماعه الوحيد الهيريديتوري بليدنج ديس اوردر اللي كان معروف ساعتها هو كان الهيموفيليا ايه، او اللي هو مرض نسف الدم الوراثي ايه. تمام، فالفون فيلبران اول ما شاف البنوته دي طبعا استغرب، وانت ما ينفعش انك ما تستغربش لان احنا كلنا عارفين ان الهيموفيليا دي ايه اكس لينكد ريسيسيف. يعني ايه اكس لينكد ريسيسيف؟ يعني بيجي في الولاد بس ما بيجيش في البنات، ودي بنت، ودي فعلا اللي لفتت نظر العالم لوجود هيريديتوري بليدنج ديس اوردر تاني غير الهيموفيليا. عشان كده اول ما شافها فون فيلبران استغرب، قال ازاي يا جماعه مش المفروض الهيموفيليا بتيجي في الولاد، ايه اللي بيجيبها في البنات؟ ماشي، قعد يفكر فقال لك طب ممكن المشكله ما تكونش في الايه في فاكتور 8، ممكن المشكله تكون في البليتلتس. فراح ايه عمل لها بليتلت كاونت، لقى البليتلت كاونت ايه نورمال، ما عندهاش مشكله في البليتلتس. حلو، على ايام فون فيلبران ما كانش فيه لسه البليتلت فانكشن تيست، ما كانوش لسه بيقدروا يقيموا الفانكشن بتاعت البليتلت شغاله ولا لا، عشان كده كل اللي قدر يعمله ان هو يشوف الكاونت بتاع البليتلت ولقاها نورمال. قال لك ماشي، جه يقيس لها فاكتور 8، اتفاجئ بقى بايه بالصدمه الثانيه ان البت دي عندها ايه فاكتور 8 نورمال. ادي الصدمه الثانيه والخيبه الثانيه، لقاها نورمال. ايه ده انا فاكتور 8 عندي نورمال وانا عندي مرض هيريديتوري منتشر في العيله بليدنج ديس اوردر، معناها ايه ده احنا يا جماعه الحقوا في عندنا مرض وراثي تاني بيؤدي للنزيف ايه غير الهيموفيليا. حلو حلو، جرب بقى فون فيلبران انه يديها علاج الهيموفيليا اللي هم يعني كانوا بيدوهم فاكتور 8، بس ايامه كده ما كانش فاكتور 8 بيور فاكتور 8، يعني المحلول ده ما كانش بيبقى فيه بس فاكتور 8، ده كان بيبقى فيه كمان يا جماعه ان فون فيلبران فاكتور او فيه نسبه منه. عشان كده لما اداه للبنوته دي البنوته دي ايه اتحسنت، اتحسنت في الاعراض بتاعتها. طبعا هو استغرب، انا جايه لي بنت والمفروض الهيموفيليا دي في الولاد، ده الهيموفيليا يا جماعه بيبقى فيه مشكله في فاكتور 8، ده البنت دي فاكتور 8 عندها نورمال. المشكله الثالثه ان انا رحت اديها علاج الهيموفيليا وهي اصلا المفروض يعني بديهيا كانت طلعش هيموفيليا لو اتحسنت، فاستغرب. المهم يعني راح مسمي الديزيز ايه سودو هيموفيليا، الهيموفيليا الخادعه لانها خادعه في الايه في المنظر اللي هو شافه ده. المهم يعني انتهت القصة ايه نهاية مأساوية، والبت دي ماتت في سنة 13 سنة بس كده، وايه والموضوع اتقفل على كده. بس طبعا إيريك فون فيلبران يا جماعة كان لفت العالم ساعتها الى وجود هيريديتري بليدنج ديس اوردر تاني غير الهيموفيليا. تمام، ساعتها بقى بدأت الابحاث بقى من ساعتها ويدوروا ويكتشفوا ويروحوا ويجوا. المهم يعني توصلوا الى وجود فاكتور، الفاكتور ده مهم في البليتلت ادهيجن ومهم كمان في انه بيحمي فاكتور 8 من التكسير، وانه الناس اللي جم زي البنوته دي
كانوا بنات كده زيها او حاجه، وادينا لهم الفاكتور ده لقينا انهم بيتحسنوا. ولقينا فعلا انه لما بنديهم فاكتور 8 اللي هو ما كانش بيور فاكتور 8 كانوا الناس دي بتتحسن. فراحوا ايه تكريما لهذا العالم اللي لفت نظر العالم لوجود بليدنج ديس اوردر تاني او هيريديتري بليدنج ديس اوردر تاني غير الهيموفيليا، راحوا مسمينه ايه الفون فيليبران فاكتور، والديفكت فيه راحوا مسمينه ايه الفون فيليبران ديزيز. ايه ده يعني فون فيليبران ده ما سماش ديزيز باسمه؟ لا يا جماعه، الراجل كان متواضع جدا يعني، ما كانش بيحب الفشخره ولا حاجه، فسماه بس سودو هيموفيليا اللي بعده بعد كده يعني ايه تكريما له، وان هو اللي خلاهم يدوروا ويبحثوا، فراحوا مسمينه ايه الفون فيليبران فاكتور والفون فيليبران ديزيز. حلوه الحتوته، نخش بقى في الموضوع بتاعنا. الفون فيليبران ديزيز يا جماعه هو ثلاث انواع زي ما الدكتور كاتبها لنا في المحاضره كده، تايب 1 تايب 2 وتايب 2 ده في تحته فرصه تايبس وتايب 3. حلو، تايب 3 ده هو الموست سيفير. طيب 1 ده يا جماعه بيبقى عندي بارشال كوانتيتيف ديفيشنسي. يعني ايه بارشال كوانتيتيف ديفيشنسي؟ يعني عندي الفولفلبران فاكتور موجود بس قليل. حلو، ده اول نوع. النوع الثاني اللي هو كان عندي بيبقى الكوانتيتي كويسه بس الكواليتي مش كويسه. يعني ايه؟ يعني هو كميته في الدم حلوه يعني ما فيش اي ديفيشنسي فيه، بس المشكله انه ما بيشتغلش، ما بيعملش الفانكشن بتاعته، كان في مشكله في الكواليتي بتاعته، فراحوا مسمينه ايه كواليتيتيف ديفيشنسي. حلو، التايب 3 بقى واللي هو الموست سيفير بقى ده بيبقى فيه اصلا يعني الفون فيليبران فاكتور يكاد لا يكون موجود، فراحوا مسمينه ايه سيفير كوانتيتيف ديفيشنسي. جميل جميل الكلام. كل واحد منهم هنقول عنه ثلاث حاجات. ده يا جماعه هو الموست كومن، الموست كومن تايب اوف الفون فيليبران ديزيز هو التايب 1 فون فيليبران ديزيز. حلو حلو، تايب 2 اقل منه، تايب 3 ده يا جماعه رير، ده حاجه سيفير يعني من رحمه الله سبحانه وتعالى ان هو حاجه رير يعني. ده يا جماعه اوتوزومال دوميننت، وتايب 2 ده اوتوزومال دوميننت برضو، وتايب 3 ده ايه اوتوزومال ريسيسيف. حلو جميل. طيب 1 ده يا جماعه بيبقى عندي ريديوست في الكوانتيتي بتاعت الفون فيليبران فاكتور، قلنا ان هو بيبقى قليل بس ما بيبقاش ابسنت، لا بيبقى قليل بس. طيب 2 ده بيبقى عندي مشكله في الكواليتي، يعني ما بيبقاش شغال كويس، بيبقى موجود بس مش شغال كويس. تايب 3 ده يا جماعه نكاد لا نجد اساسا الفون فيليبران فاكتور، يعني يكاد لا يكون موجود، عشان كده ده مش سيفير تايب. ده فاكتور 8 هنا يعني تقريبا ما بيقعدش غير ساعه بس شغال ويتكسر على طول، والبليتس اصلا ما بتعرفش تعمل اديجن، يعني مصيبه سودا من جهتين. حلو، فانا لما بيكون عندي تايب 1 يا جماعه ويكون الفون فيليبران فاكتور قليل، ده بيبقى مايلدر فورم. ليه ده المايلدر فورم؟ ليه؟ لان هو موجود يا جماعه، يعني البليتس كده كده بتعمل اديجن عادي، وكده كده هو بيحمي فاكتور 8 بس، هو بس نسبته اقل من الطبيعي. عشان كده يا جماعه الناس اللي عندهم تايب 1 فون فيليبران ديزيز عاده بيكونوا اسيبتوماتيك. حلو، ما بيشتكوش من اعراض، وعاده بيكتشفوا الموضوع ده اصلا بالصدفه، يعني ممكن يقعد لحد ما يموت وهو عمره ما اشتكى من حاجه. تمام، واديكوا كمان المفاجاه، the most common hereditary bleeding disorder is a type 1 von Willebrand disease. تاني المعلومه دي مهمه، the most common hereditary bleeding disorder هو type 1 von Willebrand disease. يا جماعه اشهر من الهيموفيليا، عارفين يعني ايه اشهر من الهيموفيليا؟ انا مره قريت كيس سيناريو كان جايب لك كده ولد مش عارف راح قلع سنته ومش عارف ايه، ومن ساعه ما قلع سنته يعني قدامه ما بيقفش، المهم راح للدكتور يعني، وجايب لك لسه الانفستيجيشنز ومش عارف ايه، المهم يعني ان راح كتب لك انا عندي فاكتور 8 قليل واللي هو البي تي تي برولونجد بس، وما قالكش غير كده. يعني المفروض دلوقتي ان احنا ان شاء الله ممكن ناخد الهيموفيليا هنعرف ازاي نفرق ما بينها وما بين الفون فيليبران ديزيز في انفستيجيشنز معينه، ما كانش كاتبها في الكيس، ما كتبش ان هو عملها. وجاب لك في الاختيارات بقى بذكائه كده انك تختار ما بين الاختيارات، وكان في خيار فيهم هيموفيليا ايه وخيار فيهم فون فيليبران ديزيز. لو انت اتحطيت في كيس سيناريو زي ده وما ادكش حاجه في الكيس تفرق لك ما بين الاثنين، هتختار ايه؟ هختار الفون فيليبران ديزيز، وده كان حل الكيس فعلا الفون فيليبران ديزيز. عارفين ليه يا جماعه الفون فيليبران ديزيز؟ لان هو الموست كومن، اشهر من الهيموفيليا. الفون فيليبران ديزيز ده نسبته 1%، يعني واحد من كل 100 عنده فون فيليبران ديزيز، وبالذات تايب 1 ده. عشان كده الكيس دي كانت تفسير الحل ليك ليه فون فيليبران ديزيز، كان بيقول لك عشان هو الموست كومن. في يا جماعه احيانا بيعملوا حركات نداله كده ويقوم جاي جايب لك في الكيس سيناريو حاجات تعتمد على الابيديميولوجي، عشان كده لازم تكون عارف المرض ده موست كومن في مين، ومين الاشهر، وموجود في الولاد ولا البنات اكتر، ولا في الاطفال ولا في الكبار، عشان هو احيانا اساسا لعب الكيس سيناريو بيكون في حته الابيديميولوجي، يعني الكيس كلها يمكن بيلت لك فيها طويله قوي وهو مش عايز منها حاجه، وعايزك بس انك مذاكر الابيديميولوجي ولا لا. تمام، الابيديميولوجي مهم جدا. حلو حلو،
نيجي بقى للسب تايبز بتاعت ايه تايب 2 ده، عشان الدكتور قال عنهم كلمه معفنه كده في الكتاب. تمام، تايب 2 ايه ده يا جماعه؟ بيبقى في عندي مشكله انه الفون فيلبران فاكتور بيقدر يمسك في فاكتور 8 بس مش بيقدر يمسك في البليتلتس. حلو، يبقى في عندي ديكريست البليتلت بايندنج للفون فيلبران فاكتور، بيمسك فاكتور 8 حلو قوي، يعني الدومين بتاع فاكتور 8 او الفانكشنال بارت بتاع فاكتور 8 شغال، لكن الفانكشنال بارت اللي بيمسك في البليتلتس مش موجود او مش شغال، خربان. تمام، ده التايب 2A. طيب 2B ده بقى يا جماعه مشكله الفون فيلبران فاكتور انه ماشي في الدم يتلزق في البليتلتس. يعني ايه ماشي في الدم يتلزق في البليتلتس؟ يعني هو هايبر اكتيف، ماشي يمسك في البليتلتس في كل حته، فالبليتلتس عماله ايه تتلزق فيه. وطبعا البليتلتس قلنا انها غبيه، اول ما بتمسك في الفون فيلبران فاكتور بتترجم ان ده ايه بليتلتس ادهيجن، وبتعمل بعد كده اكتيفيشن وريليس واجريجيشن بقى، وبتبدا ايه انها ايه تتجلط كده في الدم كده وتتجمع، فده هيعمل لي استهلاك للبليتلتس. ده غير ان البليتلتس بالمنظر ده لما تروح بالسيركوليشن على الريتيكولو اندوثيليال سيستم وبالذات السبلين هتتكسر. فبالتالي الطيب الوحيد اللي بيكون الطيب الوحيد اللي من الفون في البران ديزيز اللي بيبقى اسوشيتد مع ثرومبوسايتوبينيا هو الطيب 2 بي فون في البران ديزيز، وده اللي الدكتور كاتبها في المحاضره. وبعدين عرفنا ليه، عشان هنا الفون في البران ديزيز بتبقى المشكله او الميوتيشن اللي حاصل فيه ده بيؤدي ان هو بيبقى هايبر اكتيف وبيمشي يتلزق في البليتس في كل حته. حلو حلو. الطيب 2 ام ده يا جماعه هو كمان بتبقى الفانكشنال دومين اللي بتمسك في فاكتور 8 كويسه، بس بتاعت البليتلتس ما بتبقاش كويسه، نفس تايب 2 ايه، وهنفرق ما بينهم دلوقتي. تايب 2 ان ده بقى اللي هو الموست سيفير، ده عادي جدا بيمسك في البليتلتس وكل حاجه بس مش بيمسك في فاكتور 8. فاكتور 8 ده كان بيتكسر عندي في الدم، وده كان اخطر واحد في تايب 2، يعني اخطر واحد فيهم خالص هو تايب 3. يليه في الخطوره هو تايب 2 ان. ليه؟ لان فاكتور ده 8 ده يا جماعه كان في الكواجوليشن كاسكيد، الكواجوليشن كاسكيد دي كانت مهمه ايه؟ عشان خالص تكون خيوط الفايبر، عشان الجلطه تبقى عندي محترمه، ولو في ديفكت يبقى عندي ديفكت في تكوين الفايبرين، صح؟ بس البليتلتس بتبقى ما فيهاش اي مشاكل. تمام. تعالوا بقى نفسر مع بعض البنوته دي كان عندها ايه. فاكرين البنوته كان عندها ايه؟ كان عندها البليتلتس عددها نورمال، جميل. وكان عندها يا جماعه الفون عفوا كان عندها فاكتور 8 ايه نورمال، صح؟ يبقى هي البنوته دي يا اما تايب 2 ايه يا اما تايب 2 ام. احنا ما كناش نعرف او ما نعرفش ليه، لانه احنا قلت لكم على ايام الفون فيلبران ما كانش ساعتها في تيستات ان احنا نعمل بيها ايفالويشن البليتلت فانكشن، لكن احنا دلوقتي يا دكاتره بنعرف نعمل ايه، بنعرف نعمل البليتلت فانكشن تيست. بنجيب مثلا الريستوسيتين بنضيفه على البلازما بتاعه العيان اللي موجود فيها البليتلتس، وبنلاقي فيه ايه، بنلاقي ما بيحصلش ايه، ما بيحصلش اجلوتينيشن. ليه؟ لان الفون فيلبران فاكتور الدومين بتاعته اللي بتمسك في البليتلتس خربانه، فبالتالي ايه هيحصل عندي ريديوسد الريستوسيتين كوفاكتور اسي. ايام زمان ايام الفون فيلبران ده ما كانش موجود، وده يا جماعه برضه يا جماعه اللي بيستخدموا ايه، نرجع كده سلايد لورا، كنا برضو لما نيجي في تايب 1 نعمل ريسوستين كوفاكتور اسي كنا بنلاقيه برضو ريديوسد. ليه؟ لانه اصلا الفون فيلبران فاكتور قليل فعشان كده يبقى ريديوسد، لكن هنا ممكن اصلا ما نلاقيش حتى حصل اي اجلوتينيشن اساسا. يبقى احنا كده فصلنا البنوته دي كان عندها ايه، كان عندها فون فيلبران ديزيز تايب 2 يا اما تايب 2 ايه يا اما تايب 2 ام. احنا ما نعرفش طبعا ان البنوته ماتت، يعني ما قدروش ايه انهم يعرفوا بعد كده يعني. جميل، عشان ما تستغربوش هو ليه الفاكتور 8 عندها كان طبيعي، لانه في يا جماعه سب تايبس ده كان فيه بيبقى نورمال، عشان كده البنوته دي كان عندها ايه فاكتور 8 نورمال ما كانش فيه حاجه، بس كانوا ما بيدونها فون فيلبران فاكتور من بره، يعني اللي هو طبعا بيبقى ما فيهوش اي ديفكت ولا حاجه، فكان بيمسك في البليت لسه عادي يعني في الاندوثيليا عادي يعني. تمام، ازاي بنفرق بين الاثنين دول يا جماعه؟ بنفرق بحاجه اسمها مالتيمر اناليسيز. يعني ايه مالتيمر اناليسيز؟ يعني اجي كده بالالكتروفوريسيز وامسك الفون فيلبران ده، وساعتها بقى هيترسب حسب المولكيولار ويت بتاع الاجزاء بتاعته. فكان فون فيلبران فاكتور قلت لكم ان هو عباره عن مالتيمرز. المالتيمرز دي يا جماعه بتبقى فيه منها الهاي مولكيولار ويت، اللي هو مولكيولار ويت الانترميديت مولكيولار ويت. لما باجي بقى بالالكتروفوريسز بيترسب بقى حسب الايه، من اللو للهاي او من الهاي للو، حسب بقى انا عاملها ازاي. جميل، في التايب 2 ام بلاقي عندي كل المالتيمرز موجوده عندي، كلها موجوده، مفيش هما بس فيهم ديفكت مش شغالين، بس هما كلهم موجودين. بينما التايب 2 ايه ده كان بيبقى فيهم ديفكت، بيبقى الهاي والانترميديت موليكولار ويت مالتيمرز مش موجودين، عشان كده دول بميز ما بينهم بايه، بالمالتيمر اناليسز. جميل، بالالكتروفوريسز لما بلاقي عندي اللارج والانترميديت موليكولار ويت بتاعه المالتيمرز مش موجوده، ده معناه تايب 2 ايه.
لو هي كلهم موجودين وعندي فاكتور 8 كويس جدا بس البليتلت فانكشن تيست مثلا مش خربان مثلا، فايه هنا بكون شخصت تايب 2 ام. جميل جميل يا شباب. هنا يا جماعة الدكتور جايب لنا أو جايب لكم يعني الصورة بتاعة المالتمر أناليسيز، يعني عشان الدكتور كان كاتبها في المحاضرة. ده النورمال أو ده الفولبرام فاكتور النورمال لما باجي أعمل له إلكتروفوريسيز. هنا طبعا مرتبها لك إيه من اللو للهاي، يعني هنا اللو تحت والهاي فوق، تمام. فهو دلوقتي بقى الإلكتروفوريسيز بقى بتبدأ إيه تقع المالتمرز بتاعة الفولبرام فاكتور حسب من اللو موليكيولار ويت للهاي، هنا اللو كده وهنا الانترميديات وهنا كده الهاي وقع ورا، تمام. نيجي بقى في التايب 1 لما اجي اعمل الالكتروفوريسز هلاقيهم كلهم، هلاقي كل المالتمرز موجودين يا جماعه، بس هما ايه انا لو جيت قارنت المالتمر الاولاني هو كويس، المالتمر الثاني هو زيه هو موجود المالتمر بس عدده قليل، عشان كده تايب 1 ده كان مشكله في الكوانتيتي، يعني كان مشكله في العدد مش مشكله في اي حاجه تانية، كان كل المالتمرز موجوده بس عددهم لو قارنتهم بيبقوا قليلين بس عن الطبيعي، لكن كلهم موجودين، تمام. التايب 3 ده اساسا قلنا نكاد لا نجد الفون فولبرام فاكتور، عشان كده ايه ونكاد لا يكون موجود اساسا. نيجي بقى للتايب 2 كنا بنفرقهم اهو. تايب 2 ام قلنا يا جماعه ان كل المالتمرز بتبقى فيه موجوده بس بيبقوا مش شغالين، دي مشكله ان الدومين اللي بيمسك في عفوا الدومين اللي بيروح يمسك في البليتلتس مش موجود، او يعني عفوا خربان، الدومين اللي بيمسك في البليتلتس بيكون خربان ما بيش شغال يعني، تمام. بينما بقى في تايب 2 ايه بيبقى مين؟ بيبقى عندي absent الهاي والانترميديات مولكيولار ويتس مالتيمرز، حلو. فكانوا من ضمن المالتيمرز دول كان فيها بقى الدومين اللي بيمسك في البليتلتس، حلو، فهو مش موجود، فعشان كده ايه كان تايب 2 ده ايه ده برضو ما بيمسكش في البليتلتس، بس بتوع فاكتور 8 كانوا موجودين عادي وشغالين ما فيهمش اي مشاكل، حلو. تايب 2 بي ده بقى يا جماعه ده بيبقى فيه برضو ابسنت لبعض المالتيمرز، بس يعني المهم انه بيبقى ايه يعني هو احنا مش بنشخصه اصلا يا جماعه بالمالتيمر اناليسز، يعني المالتيمرز اناليسز مين اللي يعني بنستخدمها لتايب 2 اي وتايب 2 ام، عشان كده الدكتور شوف كاتب لنا ايه المالتيمر اناليسز از يوسفول فور الدايجنوز، قال يوسفول ما قالش هو ده اللي بنستخدمه في الدايجنوزز، لان الدايجنوز بتاع التايبس بتاع الفون بالبراند ديزيز ده الجوريزم طويل عريض ما حبيتش اجيبه طبعا انه مش علينا وجايد لاينز ونيله سودا، عشان كده بس هو قال لك يوسفول ما قالكش ان هو ده هو ده، لا اعرف بس ان احنا بنستخدم حاجه اسمها مالتيمر اناليسيس. جميل جميل. تايب 2 ان طبعا يا جماعه ما بيبقاش عندي فيه حاجه، بيبقى عندي كل المالتيمرز موجوده بس بيبقى فيه ديفكت في الايه في المالتيمرز اللي هي بتمسك في الايه في فاكتور 8، عشان كده ايه بيبقى فاكتور 8 عندي بيحصل له لوس بسرعه يعني من البلاط، تمام يا جماعه. نيجي بقى نشوف بقى الكلام اللي كاتبه الدكتور. بيقول لك انفولف لبران ديزيز، بيقول لك اوتوزومال دوميننت ترانزميشن، وده عرفنا بس انه تايب 1 وتايب 2 هم اللي اوتوزومال دوميننت ترانزميشن، بينما تايب 3 كان اوتوزومال ريسيسيف. شوفوا يا جماعه بيحصل عندي ديكريز للفاكتور 8 من السيركيوليشن، بيحصل عندي ديفيشنسي في الفولف لبران فاكتور يعني ان هو يمسك في البليتلتس. الدكتور هنا يا جماعه بيكلمنا مينلي عن تايب 1، ليه؟ لانه قلت لكم تايب 1 ده كان اشهر طيب في الفون في البراند ديزيز، واحنا غالبا يا جماعه اندر جراديوات لما بيجيبوا لنا كيس سيناريو بيبقى فيه ديزيز كده ليه تايبس كتير، بيحبوا ان هم دايما يجيبوا الموست كومن عشان الطالب ما يتلخبطش، وهو بقى ان شاء الله لما يبقى بوست جراديوات بقى ويحضر دراساته بقى ويروح ياخد معادلات يبقوا يتسالوه هم هناك بقى، تمام تمام. عشان كده الدكتور كاتب لنا ايه بتاعت الايه تايب 1، بس احنا عرفنا الباقيين بالتفصيل، تمام. تايب 1 قلنا بيبقى فيه بارشال كوانتيتيف ديفيشنسي، تايب 2 بيبقى كواليتيف ديفيشنسي، عندي العدد جميل جدا بس المشكله في الفانكشن. طيب 3 بيبقى ايه نكاد لا يكون موجود، نستخدم المالتيمر اناليسيز از يوسفول. يوسفول دي يا جماعه بكررها تاني، مش هو ده اللي انا بستخدمه فيه يا جماعه، حاجات تانيه ببدا بيها يعني، ده كده ده مين لي مين لي يعني بستخدمه عشان افرق بين تايب 2 اي و 2 ام، لكن في حاجات تانية بس انا ممكن برضه استخدمه في كله ده حسب ما الدكتور قايل، بس مش هو ده مش هو ده اللي انا ببدا بيه، تمام تمام. إيه وده احنا اتكلمنا برضو ان تايب 2 بي بيبقى فيه هايبر اكتيفيتي للفولبرام فاكتور، فبيروح ايه البليتلتس تتلزق فيه كده وتلزقه في كل حته ايه، وبيحصل ريموفال للبليتلتس ايه براتيكولو اندوثيليال سيستم. وبس كده يا دكاتره اخيرا وصلنا لنهايه المحاضره بتاعتنا، انا اسفه جدا 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 انا طولت عليكم، بس حقيقه يعني من اكتر الحاجات الحلوه جدا اللي انا حضرتها في حياتي هي كانت الهيموستاتيك ديس اوردرز، وحبيتكم ان انتم فعلا تعرفوا كل المعلومات اللي انا استفدتها، بس اسفه لو طولت عليكم، وان شاء الله بقينا بس كويشنز اوردرز ونخلص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.